الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشات التلفزيون المصري المختلفة من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. دايما في كل مجموعة صحاب كده وكل شلة بتلاقي فيه واحد متخصص بحاجة، في واحد تلاقيه مشهور في حاجة، تلاقيه مثلا من وسط اصحابك كده واحد بتاع كوره، ده عاشق لكره القدم محليه عالميه، قاعد بيتفرج على كوره بس، يعني لمجرد ان هو متعته في الكوره فهو سايب كل حاجه حواليه وقاعد بيتفرج على الكوره. ممكن يسيبك في فرحك عشان يكون في ماتش كوره مهم مثلا او نهائي فهيقعد يتفرج على الكوره. تلاقي في واحد تاني فتاي، وده طبعا تقريبا يعني مفيش شله ما فيهاش الفتاي ده. ده بقى ايه؟ قاعد يدي محاضرات ومناظرات ويعمل جو من الافلام على اصحابه، بس بيبقى سكر، وان هو عمل، وان هو يبقى سكر لو صحابه فاهمين ان هو فتاي، اما لو صحابه مش فاهمين ان هو فتاي فهنا تبقى مشكله بصراحه، وتبقى مشكله صحابه بالمناسبه مش مشكلته هو. هو الراجل واضح وصريح وبيفتي، هم المشكله عندهم في الادراك بقى، دي مشكلتهم. فدايما بيكون فعلا في كل شله كده تلاقي في واحد فتاي، تلاقيه عمال يدي باللي عنده في اي مشكله في اي موضوع، عمال يتكلم يقول لك لا ده دي ما اعرفش ايه، لا ده ما اعرفش ايه، المفروض كنت عملت، يعني انت اصلا مش يعني انت هنقول ايه بس. ودايما تلاقي في حد بيعمل مشاكل، يعني دايما في واحد كده تلاقيه متخصص ان هو يعمل مشاكل، سواء بقى بينك وبين بعض او مشاكل مع ناس تانية، بس هو الراجل ده بتاع مشاكل. قصدك ايه بمشاكل؟ يعني هو بيعمل، هو اللي بيختلق المشاكل ولا منحوس يا عيني فطول النهار المشاكل بتجري؟ بيقع في المشاكل يعني؟ لا لا لا، ممكن يعني بيتلكك كتير، عارفه يعني بيتحمس قوي فبي مثلا زياده عن اللزوم، فممكن حد ما يتقبلش ده، فتلاقي دايما في حد كده بتاع مشاكل وفي حد تاني بقى احنا بنروح له دايما عشان يحل المشاكل. ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا، انت مين وسط الشلة؟ وعايزين نعرف منا مين وسط أصدقائها وصحابها. طب أنا هقولك على حاجة، في بقى ناس ممكن تكون خزان أحزان في وسط ال في وسط الزملاء، مش وسط أصدقائها، يعني يبقى قاعد في وسط ال في وسط الجروب كده والناس كلها مبسوطة ومش عارفة إيه، اللي هو يلا يا جماعة عايزين نتكل على الله علشان ورانا ومش عارفة إيه. طيب يا احنا كلنا قاعدين عمالين نفكر ان الله في مثلا ساي اجازه ولا في حاجه، ما بعد الاجازه دي هنتفاحت في الشغل تاني. ده شخص كئيب، بيبقى شخص كئيب بيستبق. والله. وفي شخص تاني بقى يبقى العكس، منبع السعاده، احنا حصل لنا مش عارف بس الحمد لله عدينا منها على خير، تلاقيه بقى متفائل. ده اللي نقرب منه على طول. ده مش دايما، لا صدقيني، ده اللي نقرب منه، ده برضه بيهون الامور بزياده، فبيبقى ماشي كده بلا هدف وبلا منطق، ودايما شايف ان الامور اوكي ومش دايما بتبقى اوكي. بلاش الاكستريم، فكره الاكستريم او فكره التطرف اصلا في الـ في الـ في التشاؤم او في التفاؤل او في الانبساط او في التهوين او في التهويل، الاثنين كلهم صعبين. معاك، المبالغه في المشاعر مش مطلوبه، لكن برضو خليني اقول لك انه احنا نقرب من ده وما نقربش من الراجل التاني الكئيب اللي قاعد يقول لك يعني كلنا قاعدين مثلا ومبسوطين وخارجين او قاعدين بنتكلم، انا لازم امشي عشان ما اعرفش ايه. طب ما القعده ظريفه واحنا مثلا كاصدقاء مش بنقعد كتير، فلما يكون في فرصه زي دي لا احنا نقعد مع بعض ونتكلم ونسترجع ذكريات زمان، الحاجات دي صدقوني بتفصل شويه من روتين الحياه اليومي. لازم تبقى في كل شله ولا ممكن في وسط الزملاء في الشغل في وسط الجيران؟ لا انا حاسس ان كلامك موجه. قول لا بيحصل طبعا. طبعا سواء في الشغل في المعارف مش لازم يكونوا اصدقاء قريبين جدا من بعض، يعني بيحصل. انت مين في وسط اصحابك؟ انا سالتك، انا بسالك رد عليا، انت مين في وسط؟ انا كل واحد من صحابي في وسط الشغل. خلينا نقول في وسط الشغل الاول.
الامر متروك ليكي طبعا وللزميله لاميا بعد ما تنضم لك من شويه ممكن تقول حاجه زي دي. لكن انا كل واحد من صحابي ممكن بيعتبرني لحاجه معينه او بيتكلم معايا بياخد مني حاجه معينه. في واحد بيجي يشتكي لي مشاكله مش يعني هو مش قاصد ان هو يشيلني همه، لكن يعني بيعتبرني حكيم يعني بيعتبر كلامي في موزون والكلام حكيم. ايوه في حد من صحابي مثلا بيجي لي لما عايز يستثمر وعمره ما خد نصيحتي حرفيا والله عمره ما خد نصيحتي، دايما يجي يقول لي انا عايز اعمل كذا كذا، فانا اقول له ممكن تعمل كذا كذا، يقول لي طيب ماشي خلاص خلاص، ويروح يعمل اللي هو كان عايز يعمله. بس هو دايما يجي لي عشان يتاكد ان كلامه صح. ان هو كلامه صح. طيب احنا عندنا اشكال كتير من الشخصيات، خلينا نطلع فاصل ونصبح الناس ونرجع تاني نكمل نتكلم مع لاميا. ايه تاني الاشكال اللي ممكن نتعرض ليها؟ ده السؤال الموجود على الاشكال المختلفه من الشخصيات. ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا، في انتظار طبعا اجابات حضراتكم وتفاعلكم باستمرار، موجود على منصاتنا المختلفه على السوشيال ميديا. بنصبح لحضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. طبعا كنا بنتكلم مع حضراتكم من شويه انت مين وسط الشله، وكانت منا بتقول لي انت مين وسط زملائك في العمل، فهي دلوقتي بتقول لي ان انت قلت لي ايه عشان بس الناس تكون عارفه انا مين. قلت لك ايه؟ قلت لي انت الحكيم برضو اكدت على نفس لا حصل. لا والله يا شاذلي فعلا انت صوت العقل، يعني لما الواحد بيبقى عايز يفكر في حاجه كده او يبقى متحمس زعلان من حاجه ويجي يتناقش معاك. انت فيك ميزه تانية كمان بصراحه، وعايز زعلان اقول كده على الهوا يعني، ان انت راجل يعني لسانك كويس، يعني عمرك ما تغلط في حد، حتى لو حد بيبقى متضايق من حد وجاي يتكلم معاك وكده فتقولي معلش التمسي عذر ما جراش حاجه شوفي اللي قدام ما كانش يقصد، يعني انت فعلا من الناس اللي هي بتهدي اللي قدامك وبت. شكر جدا يا فندم. لا انا سهل. طيب خلينا نصبح على لاميا دلوقتي ونتعرف معاها على اخر اخبار المرور، ونتعرف معاها كمان هي مين في وسط اصحابها وهي مين في وسط زملاء الشغل، وكمان اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لاميا. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك شاذلي وعلى كل الساده المشاهدين في كل مكان. يا اهلا بيك. انت مين يا لاميا؟ انا مين وسط اصحابك يعني؟ انا مشتركه في يعني عضوه في شلل كتير الحقيقه، بس زمان كانوا دايما متحسسين قوي معايا بلاش تهزر مع لاميا عشان بتزعل، بلاش تقول للاميا كلام يحمل اكتر من معنى عشان بتتقمص بسرعه. فكنت دايما بحس ان انا يعني عبء عليهم قوي، بيبقوا طول الوقت حساسين في الكلام معايا. دلوقتي انا بقيت النقيض تماما. ماشي يعني عندك. انا استاذ التكبير دماغ، هتقول اي حاجه اكبر دماغي، او معلش يعني انت لو ضايقتني او قلت اي حاجه كده اقول يمكن انا السبب، انا اللي خليتك تعمل كده او مش قصدك. يعني لازم احلل لك اي تحليل نفسي كده عشان ما ازعلش. فانا طول الوقت ما بقتش ازعل من اي حد ايا كان. ده كويس جدا. انما ممكن صحابك يجوا لك امتى؟ يعني يستشيروكي في ايه مثلا؟ يستشيروني في ايه؟ بيستشيروني في حاجات ليها علاقه بالاطفال، عشان انا طول الوقت مهتمه قوي بالحياه الشخصيه وبناء الشخصيه بتاعت الطفل وكده، فدايما بيسالوني. وعلى فكره مش دايما حد من شلتنا، كمان ناس يعني ما اعرفهاش بلاقيهم بيسالوني عملت ايه في كذا، طب نعمل ازاي كذا. فدي اكتر حاجه انا بتسال فيها الحقيقه. عظيم جدا. اتفضلي يا لامي. طيب دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. سعر الدولار الأمريكي سعر البيع 19.41 والشراء 19.34، اليورو سعر البيع 19.40 الشراء 19.31، جنيه استرليني سعر البيع 22.42 والشراء 22.33، الفرنك السويسري سعر البيع 20.19 والشراء 20.9. اليوان الصيني سعر البيع 2.78 والشراء 2.77، ريال سعودي سعر البيع 5.16 والشراء 5.14، دينار كويتي سعر البيع فيه 62.89 والشراء 62.62، واخيرا الدرهم الاماراتي سعر البيع 5.28 والشراء 5.26. دلوقتي نتابع متوسط اسعار الذهب النهارده. عيار 18 سعر السوق النهاردة 954 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق 1113 جنيه للجرام، عيار 24 سعر السوق النهاردة 1272 جنيه، والجنيه الذهب أخيرا سعر السوق 8904 جنيه. ونرجع لشاذلي ومنا مرة تانية. شكرا لك. شكرا لك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى امبارح في مقر إقامته بالدوحة مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين. خلال اللقاء أكد سيادة الرئيس حرص مصر خلال الفترة القادمة
على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامة سيادته بالدوحة، بمشاركة سمو الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثان وزير التجارة والصناعة القطري، وسمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثان رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة قطر، مؤكداً سيادته حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. من جانبهم أعرب رجال الأعمال القطريون عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس وسعادتهم بتنظيم هذا اللقاء الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توفر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية. أيضا امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وتم عقد مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وخلال اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ودفع العلاقات الثنائية بشكل إيجابي في مختلف المسارات. كمان امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، وكمان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر. سمو الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه السيد الرئيس في قطر في أول زيارة رسمية لسيادته إلى الدوحة،
والتي تأتي تتويجاً لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيداً بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وسمو الأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. كما شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين مصر وقطر. رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الترتيبات النهائية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وقال رئيس الوزراء إنه تم بالفعل الانتهاء من مرحلة إعداد الاستراتيجية، ومن المفترض إنه هيتم إطلاقها يوم الأربعاء اللي جاي في احتفالية كبرى هتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. برضه امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر، وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة في دعم قطاع السياحة وتقديم المزيد من التيسيرات اللي تساعد على زيادة معدلات السياحة لمختلف المقاصد السياحية. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أبرز النتائج اللي تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، وأشاد رئيس الوزراء بنتائج التقرير اللي تضمنت تحسن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية وتقدمها 19 مركز لتحتل المرتبة 97 من إجمالي 191 دولة تضمنها المؤشر. كمان امبارح الحكومة نفت مطالبة المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال مفيش أي منشور تحذيري صدر بكده، والمنشور المتداول على السوشيال ميديا وبيطالب المواطنين بضرورة إغلاق محابس عدادات الغاز مسبقة الدفع بالمنازل نتيجة وجود أعطال فنية ده منشور مزور ومش حقيقي، وكل عدادات الغاز شغالة بكفاءة عالية سواء عدادات الغاز الطبيعي التقليدية أو مسبقة الدفع. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وده للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات اللي بتتم بالقرية وتذليل كل العقبات اللي بتقف عائق أمام المشروعات الجاري تنفيذها.
امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك أيضاً تصديق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير لعام 2023 واللي هيتم استقبالهم اعتباراً من يوم الحد الموافق 25/9/2022. من ضمن الأخبار اللي تابعناها مع حضراتكم متابعة رئيس الوزراء للإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة. بكل تأكيد احنا محتاجين نزود عدد السياح اللي بيجوا لمصر، ومش مسألة صيف بس، احنا عارفين ان شمس مصر سياح كتيرة بيجولها من دول كتيرة حول العالم، لكن احنا محتاجين مزيد من الدعاية لجو مصر خلال الفترة اللي جاية. احنا عندنا حاجة مهمة، اقطعك في حاجة شاذة صغيرة. قصة الاستثمار في ان احنا عندنا الجو معتدل والشمس، احنا عارفين ان الفترة الجاية هيكون الشتاء قارس جدا بسبب التغيرات المناخية. مظبوط. ودي حاجة من الحاجات اللي ينفع نتكلم فيها الفترة الجاية، خصوصا ونروج لها وقت مؤتمر المناخ، ان احنا بنتكلم في ان احنا عندنا الشمس، وبما ان الاجواء بره هتكون شديدة البرودة والجو هيكون قارس البرودة، فنستغل ده في نقطة ان احنا الترويج للسياحة خصوصا في الاشهر الخاصة بالشتاء. كلامك مظبوط. واحنا عندنا حاجة كمان مهمة جدا، صندوق دعم السياحة والاثار. هذا الصندوق مهمته الاساسية هي حاجتين، اول حاجة الترويج للاماكن السياحية، وفي نفس الوقت دعم العاملين في قطاع السياحة. احنا عندنا في مصر الحمد لله بفضل ربنا كل انواع السياحة موجودة، سياحة ثقافية، سياحة علاجية، سياحة اثرية، سياحة دينية، فاحنا فقط محتاجين نزود مسألة الدعم للترويج للسياحة. ويمكن من كام يوم كان عندنا سؤال مهم بنتكلم عن الاماكن السياحية اللي انت زرتها وازاي، او اقتراحاتك لتطوير ودعم حركة السياحة وازاي نقدر نروج للسياحة اكتر، فكان من ضمن المقترحات وانا اؤيد هذا الاقتراح اننا نستغل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في ان هم يعملوا فيديوهات، ينزلوا الفيديو مدته دقيقه ولا حاجه، يعملوا فيديوهات بلغات مختلفه لاي مكان بينزلوا بيزوروه، يعملوا فيديوهات ويبتدوا يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للاماكن السياحيه الموجوده في مصر. انت بتتكلم ترويج داخلي وخارجي كمان، الاثنين طبعا بكل تاكيد هتفرق كتير قوي. كمان لو استثمرنا في الترويج للسياحه الداخليه بالذات، توسعنا بقى في الفنادق النجمتين والثلاث نجوم، فكره ان احنا نشوف تخفيضات للطلبه او كامبس للطلبه، يعني اعتقد ده هيفرق بكل تاكيد كبير جدا. كمان امبارح كان في التفقد رئيس الأركان للفريق أسامة عسكر آخر تطورات مبادرة حياة كريمة، وشفنا مع بعض قد إيه الوضع اختلف في أماكن كتيرة، وفكرة إنشاء مراكز الشباب. يعني حياة كريمة مش بس بتستهدف إنها توصل مية كويسة نظيفة، أو توصل تعمل سفلتة للطريق، أو الرصف اللي حصل للطرق، أو تبطين الطرق، لا إحنا بنتكلم بقى في مرحلة جديدة من بناء الإنسان المصري. زي ما بنقول إن إحنا في عندنا تطور في التعليم بالنسبة للأطفال، بنحاول كمان ان احنا نطور ونستثمر في صحتهم النفسية والبدنية، وده فكرة التوسع في انشاء مراكز الشباب، اعتقد ان دي هتفرق معانا على المستقبل القريب بكل تأكيد. طبعا هنروح لجولة المحافظات، معانا مجموعة كبيرة من الاحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات، واللي منها بدء موسم توريد محصول الرز في الشرقية، والانتهاء من انشاء 38 مدرسة بتكلفة وصلت 270 مليون جنيه في الإسكندرية، وكمان تخصيص 200 فدان لتنفيذ توسعات جديدة في جامعة المنوفية، وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الشرقية اللي تم فيها بدء موسم توريد الرز الشعير ل 25 موقع تجميع. وقال الدكتور محمود غراب محافظ الشرقية إن مساحة الرز المزروعة السنة دي وصلت 226,092 فدان، ولحد دلوقتي تم توريد 10 طن و 483 كيلو رز في محافظة الشرقية. امبارح قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تقديم مبلغ 100,000 جنيه منح لمشاريع الأفلام القصيرة المشاركة في الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية، واللي هيقام خلال الفترة من 5 ل 10 أكتوبر اللي جاي.
كمان في الإسكندرية، أعلن المحافظ اللواء محمد الشريف إن هيئة الأبنية التعليمية في الإسكندرية انتهت بالفعل من إنشاء 38 مدرسة بإجمالي 670 فصل وبتكلفة تقدر ب 270 مليون جنيه، وقال إنه دلوقتي بيتم العمل على إنشاء 23 مدرسة بإجمالي 398 فصل وبتكلفة حوالي 191 مليون جنيه. في دمياط، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة قال إنه تم تقديم خدمات مبادرة فحص وعلاج الاعتلال الكلوي ل 117 ألف مستفيد من الرجال والسيدات فوق 40 سنة، وده من خلال فريق طبي مدرب على أعلى مستوى، وتم إحالة الحالات المكتشفة للمستشفيات. في المنوفية، أعلنت الجامعة الموافقة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 200 فدان بمدينة السادات لصالح وزارة التعليم العالي لتنفيذ توسعات جامعة المنوفية. في الغربية، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة معرض لتوزيع الملابس بالمجان على الأسر الأكثر احتياجاً، واستفاد من المعرض 810 أسرة بعدد من القرى التابعة لمركز المحلة. في الفيوم، المجلس القومي للمرأة بدأ عقد سلسلة من الندوات والتدريبات الخاصة بالتثقيف المالي للسيدات من خلال كيفية التعامل مع الأموال، وده ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية. البرامج التدريبية دي بتستهدف 500 سيدة في قرى مركزي يوسف الصديق وإدصة والشواشنة. امبارح، جامعة سوهاج شهدت مناقشة رسالة دكتوراه في مجال التمريض الباطني والجراحي، ودي أول رسالة دكتوراه يتم مناقشتها في كلية التمريض من وقت تأسيسها في 2006. في الوادي الجديد، استقبل المحافظ اللواء محمد الزملوط وفد جمعية الكشافة الجوية المصرية اللي بيزور المحافظة للمرة الأولى على مدار 4 أيام. خلال الزيارة هيتم عقد لقاءات للجمعية بمشاركة 180 فرد من أفراد الكشافة من جميع محافظات الجمهورية. في الدقهلية، نفذت مديرية الصحة بالمحافظة قافلة علاجية مجانية بقرية رأس الخليج مركز شربين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1308 مريض، وده في إطار الحرص على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بالأماكن النائية والمحرومة. برحب بيكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نستعرض النهاردة مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة بين درجة أو درجتين، والطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى طبعا والوجه البحري، وكمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وكمان مدن القناة ووسط سيناء. بالليل في نشاط رياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39، وأقل درجة حرارة في دمياط 28. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي.
أهلا بكم من جديد. في إقبال كبير على معرض أهلا مدارس في الغردقة، واللي بيوفر المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة ممكن توصل ل 25%، وده للتخفيف عن الناس قبل بداية العام الدراسي الجديد. احنا النهاردة بصدد إقامة معرض أهلا مدارس بمدينة الغردقة، وبناء على تعليمات وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أقيم هذا المعرض، ووسط طبعا كتلة سكانية كبيرة، ويشهد إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم المدرسية. والمعرض السنة دي فيه تنوع كبير، عندنا كتب خارجية وليها نسب الخصم بتاعتها على مستوى كل تصل ل 30% تقريبا، عندنا الشنط المدرسية، الأحذية، الملابس المدرسية على جميع مختلف المدارس بمدن المحافظة. فاجئت ان انا جيت المعرض فلقيته حلو جدا، في شنط يعني ارخص من بره بكتير جدا، فرق الاسعار حلو جدا بس. واتفاجئت ان في كمان ملخصات، كنت نازله اجيب ملخصات، والكراسات والكشاكيل الاسعار بالنسبه للمقارنه بره حلوه جدا بس. فحلو ان في مكان في الغردقه او عامه في كل محافظه ان هو موفر كل حاجه مع بعض، بدل ما الف على محلات الشنط ومحلات الكوتشيات وكده، فلا حلو جدا. مبادره جميله جدا جدا جدا، ادتنا مساحه ان احنا نعمل عرض كويس، ادتنا مساحه ان احنا نشوف كم كبير من الزباين الهائل، اقبال حلو، كم خصم بسم الله ما شاء الله من 30 يعني من 20 25 30%، حاجه كويسه خالص خالص خالص. الحمد لله رب العالمين. انا عارض احذيه وشنط، نسبة الإقبال حلوة جدا جدا، حاجة جميلة بصراحة، الواحد يفتخر بحاجة زي كده. أنا واحد مشارك في المعرض هنا أهلا مدارس، وعندنا العروضات هنا 15%، والحمد لله كل حاجة متوفرة، وبنشكر المحافظ إنه أتاح لنا الفرصة إن احنا نقدر نقدم الخدمة ديت للناس. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. اهلا بكم من جديد. ودلوقتي معادنا مع الأحداث اللي هتحصل النهاردة. وزارة التعليم العالي هتفتتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم. وكمان النهاردة بعثت فريق كرة اليد بنادي الزمالك هتتوجه لتونس علشان تخوض منافسات البطولة العربية. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التعليم العالي أعلنت عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من النهاردة والحد يوم الخميس الموافق 22/9. كمان النهاردة آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية مع استمرار أداء اختبارات القدرات لعام 2022. النهاردة هيتم استئناف العرض المسرحي فور إيعة لمدة 3 أيام متتالية بعد النجاح اللي حققه خلال عرضه الأسبوع اللي فات ضمن الأنشطة الصيفية لمعهد الفنون المسرحية. النهاردة هتتوجه بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك لتونس للمشاركة في البطولة العربية اللي هتقام في الفترة من 17 والحد 27 سبتمبر الجاري، ومن المفترض إنه فريق الزمالك هيبدأ مواجهته بالبطولة بمقابلة الترجي التونسي يوم السبت، وبعدها فريق الكويت الكويتي يوم الحد. دلوقتي هنروح للميا تطمنا أكتر على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. شكرا شاذلي.
مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة بين درجة أو درجتين. الطقس هيكون بشكل عام حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون مايل للحرارة شوية على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كمان. بالليل في نشاط رياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون النهاردة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. طمنينا على أخبار الطقس النهاردة. احنا اليوم بالفعل بنشهد انخفاض اخر في درجات الحراره، هو انخفاض طفيف بحوالي من درجه الى درجتين على اغلب مناطق الجمهوريه، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالاضافه كمان كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط بتعمل على انخفاض درجات الحراره. الاجواء خلال فترات النهار هنحس بيها بتحسن ملموس، لان هيبقى في انخفاض في درجات الحراره وكمان انخفاض في نسب الرطوبه. الاجواء خلال فترات النهار هتكون حرة رطبة على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، حتى محافظات شمال الصعيد. بتظل الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، رغم أن في انخفاض كمان في درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد عن الأيام الماضية. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هنحس بفرق كبير بين درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل، هنحس بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية، فيما عدا طبعا المناطق اللي موجودة في جنوب الصعيد هتكون عليها الأجواء يعني نقدر نقول مائلة للحرارة خلال فترات الليل. يمكن فترات النهار كمان فترات النهار المناطق الساحلية هتحس بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير بسبب وجود السحب اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس وتحد من تأثير أشعة الشمس. بالاضافه كمان ان انخفاض درجات الحراره ده مستمر معانا لمنتصف الاسبوع المقبل على الاقل، هيكون درجات الحراره متوسطها ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه، فاحنا هنستمتع باجواء شبه اجواء خريفيه مستقره ان شاء الله فترات النهار وفترات الليل. مستمر معانا تكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ناخد بالنا من وجود الشبوره المائيه لانها تؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. كثافه الشبوره المائيه بدات تزيد خلال هذه الايام عن الايام الماضيه او الاشهر الماضيه، فبناخد بالنا دايما استاذه قائد المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور في ميعاد تكون الشبوره المائيه اللي بيكون تقريبا من الساعه 3 الفجر وتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. بالاضافه كمان ان احنا هنلاحظ وجود نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه خلال فترات المساء، هنحس بيه بصوره كبيره ومن الساعات الاولى من الليل. نشاط الرياح ده هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه ويساعدنا كمان على الاحساس بدرجات حراره اقل والاجواء الخريفيه. نشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى 31 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 32 والصغرى 22، الإسكندرية 29 24، العلمين الجديدة 29 23، مطروح 29 24، السلوم 29 20، دمياط 28 24، وبورسعيد 29 23. الإسماعيلية العظمى فيها 32 والصغرى 23، السويس 32 24، العريش 30 23، طابة 32 24، كاترين 30 19، شرم الشيخ 34 26، الغردقة 34 26، والفيوم 32 23. بني سويف العظمى فيها 32 والصغرى 22، أسيوط 33 22، سوهاج 36 23، قنا 37 24، أسوان 39 26، الوادي الجديد 37 23، حلايب 32 25، وأخيرا شلاتين العظمى فيها 36 والصغرى فيها 26. دلوقتي نرجع لشاذلي ومنى عشان استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. بعد 12 سنة من التوقف رجع مرة تانية مهرجان سباق الهجن بالعريش بمنطقة الكيلو 17 بمضمار نادي الهجن الرياضي المصري. جنب السباق في كمان أمسيات فنية ومعارض وأنشطة متنوعة للجمهور اللي بيحضر السباق. خلينا نتابع.
بعد توقف دام لسنوات تعود مرة أخرى فعاليات مهرجان الهيجن بمدينة العريج بشمال سيناء بمشاركة العديد من قبائل وأهالي سيناء، حيث تزينت العريش لاستقبال هذا الحدث الضخم على مضمار نادي شمال سيناء، وتم رفع كفاءة المضمار بطول 8 كيلومترات وتوسعة مسارات مضمار الهيجن ووضع سواتر ترابية على جانبي مسار الإبل داخل المضمار. بنحتفل النهاردة بتدشين عودة السباقات لمهرجان الهيجن، لأن أقدم مضمار هيجن هنا في مدينة العريش. إن شاء الله هتشوف حاجات كويسة وإن شاء الله تكون حاجة كويسة. عودة السباقات على مضمار نادي الهيجن بالعريش يعد انتصارا لإرادة الحياة على أرض سيناء، وعودة لأهم فعاليات تراثية تتمثل في رياضة الآباء والأجداد التي يحرص الآلاف من أبناء قبائل سيناء على متابعتها والزحف خلفها بمختلف المحافظات. عودة النشاط أثلت صدور أبناء القبائل كلها، مصر كلها اليوم يعني محافظاتها موجودة في العريش، وانت زي ما شافت العرس يعني أنا لسه يعني من ساعة واصل زحمة السيارات 3 كيلو/4 عايزة تدخل مدينة العريش وشمال أهل شمال سيناء عطشانين على هذا المهرجان، لهذا المهرجان هو الأم، أعرق مضمار في مصر العريش. إحنا كأبناء سيناء بنعتبر هذا العرس الكبير أو هذا المهرجان الكبير هو بيختلف عن سباقات الهجن الماضية. النهاردة بعد 14 سنة توقف في المهرجان مفتوح للعامة، بنحتفل بتحرير سيناء والقضاء على الإرهاب الأسود اللعين لكذا مدلول، عودة السياحة، عودة النشاط الرياضي والاجتماعي وكل ما تحمله الكلمة من معنى، تدب الحياة في سيناء من جديد بعد توقف أكثر من 12 عام. فعودة اللجنة النهاردة مرة أخرى بتقول إن احنا على الطريق الصحيح، وإن تضحيات شهدائنا ورجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين ما راحتش هدر ولا سدى. اما من احسن حيث العوده، احنا الهجن ده كان بيعتبر من احد روافد السياحه والاقتصاد في هذه المحافظه، وكان يقام دائما في احتفالات اكتوبر، وكانت المناسبه دي بتجمع كل محافظات مصر المهتمه بهذه الرياضه بالاضافه الى عديد من الدول العربيه. وخلال المهرجان تم تسجيل 300 جمل تشارك في التنافس على المراكز الأولى في 30 شوطاً، والجمال المشاركة من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومحافظات القناة والوادي الجديد. في البداية بنرحب بيكم هنا في أرض الفيروز، برضو بنتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لسيادة الرئيس على عودة الأمن والأمان لمحافظة شمال سيناء بفضل من الله ورجالات القوات المسلحة والشرطة وأبناء القبائل. النهاردة بداية الرسالة للعالم كله أن سيناء في أمن وأمان وخالية من الإرهاب هو الهجن. احنا بالنسبة لنا ده يوم، بالنسبة لنا هيكون يوم سعيد في رجوع الناس، ده يوم بالنسبة لشمال سيناء يعتبر يوم عيد لرجوع الناس. لا لازم احنا لنا 8 سنوات ما فيش كان عندنا مهرجانات، والسنة دي المرة الوحيدة الحمد لله رب العالمين اللي تم الرجوع إلى المهرجان وإلى سباق الهجن. ده دلالة على أن المنطقة آمنة وكويسة وما فيش مشاكل، وأكبر دليل على وجود الناس من كل القبائل وكل المحافظات موجودين هم. فالحمد لله إحنا دلوقتي بنثبت للعالم أجمعه الغربي والعربي وكل العالم، نثبت لهم أن سينا خالية من الإرهاب وما عندناش إرهاب وبخير، وإحنا بنرحب بالوفود اللي جاية، دليل على كده أن ما فيش الحمد لله حاجة. إحنا النهاردة حقيقي يعني في يوم عيد، يوم مشهود، يوم تاريخي، أنه يتعمل سباق الهجن النهاردة من 10 سنين ما تعملش. دي رسالة بتقول إنه إحنا في أمن وأمان واستقرار. وإلى جانب مهرجان الهيجن أقيمت فعاليات موازية تضمنت أنشطة تراثية ومعارض ثقافية وفنية، عرض فيها أهالي سيناء مجموعة من منتجاتهم البدوية ومنتجات شمال سيناء. المعرض قام طبعا بقاله فترة طويلة جدا، هو أصلا السباق الهيجن كان واقف من 2009 في شمال سيناء، ولسه طبعا بعد انقطاع كام سنة
والمعرض يعني بالنسبة للتنظيم كويس وبالنسبة للمنظمين هنا والحفل. أنا مشاركة هنا بحلويات، بعمل حلويات شرقية وغربية. أنا مشتركة بالمنتجات الشعر والبشرة، طبعا حاجات طبيعية، صبار طبيعي، زيوت وحاجات بعملها بإيدي يعني في البيت. مشاركة بالمشغولات البدوية، عندي بنات بتشتغل وبنقفل الحاجات ديت وبنعرضها. بنطلع معارض بس معارض بسيطة يعني مش كتيرة. يعد نادي الهيجن الرياضي المصري بالعريش أول نادي لسباقات الهيجن في مصر، وعلى أرضه انطلقت السباقات وأقيمت سباقات هيجن محلية وعربية ودولية، فهو قبل لعشاق الهيجن من كل مكان. مهرجان الهيجن بشمال سيناء هو رسالة أمن وأمان من على أرض سيناء وعودة الحياة مرة تانية لطبيعتها في مدينة العريش. تم توظيف كافة الإمكانات لنجاح المهرجان وخروجه بأفضل صورة أمام العالم. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر. دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم آخر استعدادات المنتخب المصري للتجديف قبل السفر للمشاركة في بطولة العالم للتجديف في التشيك، واللي هتقام في الفترة من 18 لحد 25 سبتمبر. رياضة التجديف من أحلى وأجمل الرياضات اللي ممكن تمارسها كده ساعة الصبحية في النيل، وإحنا كمصريين متميزين جدا في اللعبة دي، وكمان الاتحاد المصري للتجديف ليه العديد من الإنجازات والبطولات سواء المحلية أو كمان الدولية اللي بيواصلها بالاستعدادات الأخيرة للمنتخب المصري للتجديف قبل السفر للمشاركة في بطولة العالم في تشيك بمشاركة 8 لاعبين. تفاصيل كتيرة خاصة بكيفية اختيار المشاركين وكمان أهم الإرشادات والتوجيهات الموجهة للاعبين قبل السفر، فتعالوا بينا نعرف كل التفاصيل دي ونعيش كواليس الاستعدادات الأخيرة للمنتخب المصري للتجديف قبل السفر للمشاركة في بطولة التجديف في تشيك. احنا بنستعد لبطولة العالم اللي هي ان شاء الله في التشيك. احنا مجهزين لها بقالنا فترة طويلة وشغالين عليها بقالنا فترة جامدة جدا، وان شاء الله بنحاول. دي بطولة مؤهلة يعني بطولة عالم، وان شاء الله تجربة قبل التأهيل، قبل التأهيل الأولمبي اللي هو باريس 24. 11 شهر ونص بنتمرن بدون توقف يعني، بس بيبقى في اختلاف في التصاعد بتاعه حسب البطولة يعني، التصعيد والسرعات يعني حسب البطولة يعني. فدي بطولة العالم بيبقى أحسن حاجة، أقوى حاجة، وبيبقى أسرع يعني، أحسن حاجة بنكون وصلنا فيها للعيبة في أحسن مستوى فيهم يعني إن شاء الله. مهم جدا طبعا المشاركة في بطولة العالم، أولا لأن هي بتضم عدد كبير جدا من الدول القوية، يعني احنا بنتكلم عن أكتر من 35 دولة على مستوى العالم مشاركة. ده بيدي طبعا خبرة كويسة للعيبة، خبرة كويسة من ناحية إن هم يكونوا واخدين على المجرى اللي بره. طبعا مجرى بره بيبقى المية مختلفة، الطقس، الجو نفسه بيكون مختلف، كل ده بيأثر. بطولة عالم مفروض آخر حاجة في السيزون في السنة، وأنا متحمسة جدا أن أنا أشارك فيها وإن شاء الله أعمل حاجة كويسة. البطولة اللي فاتت الحمد لله يعني بسطت جدا أن أنا شاركت فيها، ويعني كل تصفية كنت بنزل كنت بحسن أرقام أحسن من اللي قبلها، دي حاجة يعني مهمة جدا بالنسبة لي. بالنسبة للبطولة دي هتبقى خبرة وهتعرفنا شوية مستوانا إحنا فين للسنة الجاية إن شاء الله. هي بطولة مهمة جدا طبعا، عشان إحنا السنة الجاية هيبقى فيه تأهيل الأولمبيكس من البطولة دي، فالبطولة دي هتدينا خبرة كبيرة. دي بطولة عالم، دي أهم بطولة في السنة يعني، دي أهم بطولة في السيزن، فمهم جدا إن إحنا نشارك فيها. طبعا بطولة تشيك دي بطولة العالم، دي أهم بطولة ممكن أي لاعب يلعبها في التأهيل، تمام؟ فدي لوحدها المشاركة فيها أصلا يعني شرف لأي واحد. بس إحنا هدفنا مش المشاركة بس إن شاء الله، إحنا عاوزين نعمل نتيجة كويسة تشرفنا، وإن شاء الله تكون تحضير للسنة الجاية عشان نأهل أولمبياد باريس 24. في
كل واحد وفي كل شلة في واحد بتاع كورة وواحد بيعرف كل حاجة وواحد فتاي، انت مين في الشلة والناس شايفاك مين؟ خلينا نشوف التعليقات اللي معانا بتقول ايه. احمد مصطفى يونس بيقول يا صباح الفل، والله الحمد لله انا في الكورة مارادونا، واعرف القرد مكان ما بيخبي ولاده، وفي الفتي ممكن اكون شيخ في الافتاء من غير ما تقول يا استاذ بينا، وفي حل المشاكل بكون لجنة التصالح كلها ممكن أخربها وأنا قاعد عايش. في وليد عبد الله بيقول صباح الفل، أنا وليد أغا من المنوفية، أنا ممكن أكون مش عارف نفسي كويس وما عنديش اهتمام بالكرة، لكن الناس بيقولوا إن أنا أحيانا بدالهم بالخير. الله. ربنا بتقبل منه، ربنا تقبل منك أستاذ وليد دايما. سمر حماد بتقول صباح الخير والسعادة عليكم، أنا بقى الحارس الثاني بعد الأستاذ أو الكابتن الشناوي طبعا، معلش على مبالغتي في التواضع. لا طبعا حقك، واضح إنها كمان نسيت تقول موضوع الفتي يعني من غير ما تقول بقى يعني في حاجات كده هتبقى معروفة. أستاذ علاء هارون بيقول صباح الخير عليكم، أنا والحمد لله كل دول بلعب كورة وبشجع كورة، بعرف كل حاجة، بحل مشاكل أصحابي ودايما متفائل، وكل أصحابي بيستشيروني في كل حاجة. ميرفت بتقول صباح الخير والسعادة، أنا بقى اللي بضحك، ضحكت لك الدنيا يا ميرفت. في كريم غريب بيقول صباح الخير عليكم، أنا مستشار قانوني ما بين صحابي. أوه. مستشار تحكيم. طيب جيهان بقى بتقول صباح النور محمد ومنة ولميا وأسرة البرنامج، أنا حلالة المشاكل على قد ما بقدر في الشلة، وكمان المهرجة اللي بتضحكهم في نفس الوقت. ده كويس، مهم قوي إن حد يبقى مسؤول عن الطاقة الإيجابية في الموضوع. طبعا يعني لازم حد يقعد يفك الدنيا كده كل شويه، حد يقعد يهزر معانا، يعني في حد احنا عارفين ان هو بتاع لما ابقى مخنوق مثلا عايز اقعد معايا عشان يفك كده ويهزر. في جنة طلاب بتقول انا ولا واحده من دول، ومش عارف احدد بصراحه، بس اللي انا اعرفه ان انا البونبونيه بتاعت صحابي. تواضع وانكار الذات باينين في رهيب. التعليق بتاع جنة طلاب. طيب خالد بيقول صباح الخير عليكم، والله أنا لما بيكون في مشاكل بين صحابي أنا من النوع اللي بيحل المشاكل. الله عليك. دي مجموعة من التعليقات اللي جات لنا في انتظار إجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهاردة، أنت مين وسط شلتك؟ لكن دلوقتي هنروح لموجز لأهم الأخبار مع لميا. شكرا شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة مع قطر، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي والأمير قطر والأمير تميم بن حمد عقد مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أشاد أمير قطر بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. أكد الرئيس السيسي أن القمة العربية القادمة بالجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات. وشدد الرئيس السيسي لوكالة الأنباء القطرية على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في المنطقة العربية، وفي مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول. وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية. وحصل مشروع القانون على تأييد 17 صوتا، فيما عربت 5 أصوات عن معارضتها للتشريع، مما يمهد الطريق أمام إجراءات التصويت على مشروع القانون في المجلس بكامل هيئته. وتأتي الخطوة الأمريكية وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. تأكد
تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا اقتراحا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمخاطبة الاجتماع السنوي لزعماء العالم الأسبوع المقبل، وذلك عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا. وقالت بعثة أوكرانيا في الأمم المتحدة أن زيلينسكي لا يمكنه المشاركة شخصيا في اجتماعات الجمعية العامة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن سيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعرضت لحادث مروري في كييف، لكنه لم يتعرض لإصابات خطيرة. وفي بيان له قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكوروف أن الأطباء المرافقين للرئيس قدموا مساعدة عاجلة لسائق العربة المتسببة في الحادث ونقلوه إلى سيارة إسعاف، مشيرا إلى أنه تم إجراءات فحوصات طبية للرئيس حيث لم يتم العثور على أي إصابات بالغة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تقوم بتدريبات مشتركة في المحيط الهادي. وأوضحت الوزارة أن التدريبات تشتمل على إجراءات مناورات تكتيكية مشتركة لتعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين ودعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي ومراقبة السواحل وحماية المواقع الاقتصادية البحرية الروسية والصينية. توجت لاعبة المصارعة المصرية سمر حمزة بالميدالية الفضية في نهائي منافسات بطولة العالم للمصارعة وزن 76 كيلوغراما والتي تقام بصربيا، وتعد هذه المرة الأولى لمصر التي تحصل خلالها على الميدالية الفضية في تاريخ مشاركات النساء باللعبة. وكانت سمر قد وصلت إلى نهائي بطولة العالم بعد التغلب على أستونيا بنتيجة 3-2 في نصف نهائي البطولة. اختتمت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1، فيما سقط تشيلسي الإنجليزي في فخ التعادل أمام ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف لكل منهما. وحقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مستحقا على حساب بروسيا دورتموند الألمانية بهدفين مقابل هدف، كما حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه لايبزيغ الألمانية بثنائية نظيفة، وفاز ميلان الإيطالي على ديمانو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدف. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. في انخفاض كبير في اعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا خلال الفتره اللي فاتت، وده بسبب التوعيه اللي تمت بخصوص اللقاحات، لكن في نفس الوقت بدا يبقى في مخاوف من الاصابه بجدري القرود، وده بعد اكتشاف اول حاله في مصر. معانا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صباح الخير عليك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا يا استاذ محمد، اهلا بيك. يا اهلا بسيادتك. يا دوب بنخلص من حاجه ندخل في حاجه ثانيه، ولا احنا لسه ما خلصناش من كورونا؟ معلش، لا كورونا ما خلصتش لسه خصوصا على مستوى العالم، لان الوباء ما زال منتشر عالميا ولم يعلن حتى الان انتهاء الوباء، وفي بعض الدول بتسجل بعض حالات بالالاف يعني، لكن الموقف في مصر الحمد لله موقف كويس. الحالات في حالات لكن قليله جدا، تقريبا ما فيش حالات بتحتاج مستشفيات او رعايات مركزه. طيب الحمد لله ما نقدرش نقول انه انتهى حتى انتهى الوباء العالمي، لكن نقول ان في انخفاض كبير في اعداد المصابين دكتور، وفي انخفاض اكبر في اعداد الوفيات الحمد لله. مظبوط. وده بسبب ايه؟ اللقاحات اللي انتشرت ولا التوعيه ولا الناس ابتدت تتعامل ولا الفيروس ضعف؟ ثلاث عوامل سيادتك. العامل الاول طبعا لقاحات بدون شك، والحمد لله مصر قدت تغطيه كبيره جدا في هذه اللقاحات في الأعداد المستهدفة من الحصول على الجرعتين الأولى والثانية، حصلت في عدة ملايين حصلوا على الجرعة الثالثة، وفي برضو بعض الفئات اللي هي المستهدفة بتحصل على الجرعة الرابعة. ده عامل. العامل الثاني طبعا نتيجة للسيركوليشن أو
يعني مرور الوباء أو الفيروس بمراحل مختلفة وتغيرات في المتحورات. أعتقد أن المتحور الأخير أكثر ضعفا من المتحورات السابقة، فده سبب تاني. والسبب الثالث طبعا هو حضرتك التعامل مع الحالات والوعي قلل بشدة حدة الحالات وشدتها ومشاكلها وتداعياتها. عظيم. دكتور محمد، حضرتك قلت دلوقتي انه مازال الوباء موجود وما نقدرش نقول انه انتهى لانه وباء عالمي، هل احنا في انتظار اعلان رسمي من منظمه الصحه العالميه بان الوباء انتهى بالفعل؟ هي شتك نقطه الوباء، اعلان ان في وباء واعلان انتهاء الوباء ليها معايير عالميه في منظمه الصحه العالميه بتقدر تحدد هل الوباء انتهى ولا لا، بتشمل عدد الحالات التي ترصد في كل الدول، عدد الحالات اللي بترصد في القارات المختلفه، استمراريه هذه الحالات، كل دي عوامل بتحددها المنظمه وفي الاخر بيجتمع الخبراء ويقرروا ان خلاص الوباء قد يكون انتهى وان الحالات المرض ده اصبح مرض عادي زي الامراض المنتشره او الموسميه او المتكرره. أكيد. دكتور عوض، يعني المدارس على الأبواب وفي مدارس ممكن تكون داخلة الأسبوع الجاي بالفعل، نقدر نقول إن الطلاب قبل دخول المدارس هنديهم بقى جرعات تطعيم، جرعات تنشيطية للي أخذ بالفعل، ولا هنتعامل إزاي؟ وسيبتك طبعا المدارس والجامعات، وده حصل طبعا السنوات السابقة، ليها بعض الشروط بأن الأعداد بتبقى كبيرة، التلاميذ في المدارس يمكن قصة الابتعاد أو التباعد الاجتماعي بتبقى قليلة قوي. فهي هنا بتشمل حاجتين مهمين جدا ودي مؤكدة لازم نستمر فيها، اللي هي الاحتياطات الاحترازية والوقائية والحد من انتشار أي مرض، لأن سدك الشتاء جاي إن شاء الله ويكون عندنا الكورونا لسه موجودة عالميا وفي بعض الحالات محليا، وطبعا هيبقى في نوع من الانفلونزا الموسميه قد تكون موجوده في هذه الفتره. وعلى هذا الاساس انا، وطبعا سيادتك عارفه في المراحل الاخيره الاعراض بتاعه الكورونا بتشابه كثيرا اللي احنا بنسميه الانفلونزا لايك النس او المرض المشابه للانفلونزا. وفي هذه الحاله احنا بيبقى عندنا اشتباهات قد يكون هو ده كورونا او انفلونزا موسميه، يعني في خلط بين الاثنين. انما الحاجه المهمه ان هما الاثنين سواء كورونا او انفلونزا احنا يعني متشابهين جدا وطرق العدوى متشابهه، فيها التلامس وفيها العطس او الضحه او السعال وفيها لمس المعادن او الاسطح. فيعني قصه ان في نوع من الوقايه في المدارس او في الجامعات وبعض الاحتياط او الاحتراز مطلوبه جدا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه لازم نوعي التلاميذ والاسر ان لو طفل او تلميذ جاله برد او انفلونزا كنوع من الاحتياط، يعني لو يقدر يقعد في البيت يومين ثلاثه عظيم حتى تزول الاعراض، ودي هتنفع حاجتين. الاول تقي الطفل من اي مضاعفات او التلميذ او الطالب، وفي نفس الوقت تقي زملائه من اي احتمالات عدوى سواء هي كورونا او انفلونزا. عظيم. طيب بما ان يا دكتور محمد في متحورات كثيره لفيروس كورونا، احنا متابعين طبعا هذه المتحورات وبالتالي بنغير بروتوكولات العلاج باستمرار. ده هو العلاج سيادتك تقريبا واحد. من اول ما ظهرت كورونا لحد دلوقتي؟ انا هقول لك المرض في مراحل مرينا بيها، مراحل المرض كان شديد جدا ومضاعفاته خطيره. فاحنا بنعالج يا اما الاعراض يا اما المضاعفات. وبعدين ظهر في مراحل مختلفه بعض ادويه الفيروسات اللي كانت بتستخدم في، هي ما كانتش جديده يعني، بتستخدم في علاج الحالات الشديده. ثم ظهر نوعين من الاقراص اللي ضد الفيروسات اللي بيعالجوا الحالات البسيطه او المتوسطه. كان الهدف الرئيسي من هذه الأدوية هو الحد من مخاطر أو مشاكل أو تداعيات المرض. فالتغير بنقدر نحسب على المستوى المحلي ومستوى العالمي والأبحاث العلمية المنشورة تأثير كل عقار من هذه العقاقير. إنما النقطة الأساسية اللي هي علاج
بعض الأعراض اللي بيعاني منها المريض أو بعض المضاعفات، وطبعا كان أكثر أو أكثر هذه المضاعفات هو تأثير الجهاز التنفسي السفلي في صورة التهابات رئوية. فهي دي كانت يعني محاور استخدام الأدوية أو العقاقير في علاج الكورونا أو تداعياتها، والحمد لله احنا كنا ملمين تماما وبسرعة شديدة جدا، ويعني متعاملين مع أي تغيرات أو أي جديد أو أي حاجة تؤثر في علاج هذا المرض. دكتور، ما زلنا مستمرين في تصنيع اللقاحات في مصر، وما زلنا مستمرين في التوسع في تصنيعها؟ ما زلنا مستمرين، وحاليا بندرس ودي نقطة مهمة قوي، توطين صناعة هذه اللقاحات، مش بس لقاح الكورونا، احنا بنسعى بما عندنا أنواع أخرى من اللقاحات التي بتستخدم في علاج الأمراض. واحنا عارفين طبعا في خطة إعطاء لقاحات أو التطعيمات لفئات مختلفة من الناس، فطبعا توطين هذه الصناعة الحقيقة كدرس مستفاد من نقص اللقاحات أيام كورونا، وده بندرسه على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي ومستوى الدول الأخرى الصديقة. ده عظيم جدا. دكتور محمد، بعض الأطباء والمختصين بيقولوا إن اللقاح عن طريق الفم يكون أفضل من اللقاح اللي احنا تعودنا عليه اللي هو بيؤخذ عن طريق الإبرة، هل ده صحيح؟ لقاح الكورونا يعني؟ مظبوط يا فندم. لا، هو لسه ما نقدرش نقول إن في لقاح عن طريق الفم. اللقاح الوحيد اللي عن طريق الفم أساسا زي مثلا شلل الأطفال، وحتى بقى في نوع تاني عن طريق الحامة، فهي الأفضلية هي طريقة التأثير أو الفاعلية لهذا اللقاح أو التجارب الكلينيكية السريرية، ليس قضية أفضلية. طيب، لو جينا قلنا إن كوب 27 يعني بيتم الإعداد له من قبل كل الهيئات، إحنا خطتنا في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ كوب 27 هتكون إيه؟ طبعا كل المؤتمرات التي تعقد في مصر، خصوصا المؤتمرات الدولية الكبيرة زي مؤتمر المناخ الذي سوف يعقد، الحقيقه احنا متفاعلين تماما معاه، سواء من الناحيه الصحيه او ترتيب الفئات الطبيه التي سوف تتعامل مع هذا المؤتمر، وتوفير الكوادر البشريه وسيارات الاسعاف ومستشفيات العلاج، كل دي طبعا خطه محطوطه كل اجهزه الدوله بتساهم فيها، وكل وزاره بتشارك بالدور الايجابي اللي المفروض تشارك بها في هذا. ففي فعلا خطة طبية، سواء خطة وقائية أو خطة علاجية أو خطة لحدوث أي أمراض أو أي إصابات أو أي إن شاء الله ما يحصلش حاجة يعني، لكن طبعا لما يكون عندك هذا التجمع البشري الكبير من مختلف أنحاء العالم، وأي حد يحتاج إمرجنسي طبية أو علاج سوف يتوفر له، وطبعا الوزارات المختلفة بما فيهم وزارة الصحة والجامعات الأسرية حتى خطة لهذا. مش بس خطة حضرتك من ناحية التدخل الطبي، احنا كمان بقالنا كام شهر بندرس على المستوى العلمي والطبي يعني ورقة مصرية لرصد التداعيات الطبية أو الصحية نتيجة لتغير المناخ، وعملنا كذا بحث علمي عظيم جدا، وعملنا كذا مؤتمر علمي للمشاركة في هذا. طيب دكتور محمد، نتحول في الحديث عن من كورونا الى جودري القرود. احنا عندنا حاله تم اكتشافها في مصر، عايزين نعرف ازاي تم اكتشاف هذه الحاله وايه هي اعراضها. شوف يا فندم، من اول ما اعلن عن وجود اول حاله في العالم لجودري القرود اللي رشدت في المملكه المتحده، واحنا عملنا على طول يعني خطه علميه وقائيه كامله للتعامل مع هذه الحالات. يعني اول ما بلغنا ان فيه، طبعا احنا وزاره الصحه والجامعات وكل الهيئات الطبيه ان فيه حاله رشدت جدري قرود. اولا المرض معروف بالنسبه لنا ومعروف من ايام الجدري الاصلي اللي كان موجود في العالم، وكان مرض خطير جدا ومرض قاتل، وكان فيه بعد كده تطعيمات لهذا المرض، والمرض ده اتعمل له تخلص منه العالم كاملا سنه 1983. مرض قرد القرود ده موجود عند القرود في غرب افريقيا وفي وسط افريقيا في البلاد الرطبه والممطره، وانتقل للانسان
وروسيا دخلت لحقنا في انجلترا. احنا عملنا خطه تبقائيه ازاي نقي مصر من دخول الحالات بخطر المستطاع، خطه كامله تشمل لو شخصت حاله او في حاله مشتبه فيها او شخصت يتم التعامل معها ازاي، ايه اماكن العزل التي سوف تعزل في هذه الحالات، ايه طرق العلاج وطرق الوقايه من هذه الحالات ومنع انتشار المرض. وزي ما حكش طيب عن نتيجه لهذه الخطه تم اكتشاف اول حاجه. اعراض المرض ده معظمها اعراض جلديه. يعني بيظهر فقاقيع في جلد المصاب بتبدا في الوجه ثم تنتشر الى الجسم كله والاطراف، وبتبقى ممنوعه بالسوائل، والسوائل دي لما تخرج من هذه الفقاقيع بتبقى معديه. نعم. وايضا فرش المريض بما معجن. لكن الحاجه المهمه ان في معظم بلاد العالم، الدول يمكن 95 دوله او اكثر دلوقتي، وعده الاف من الحالات، وبعض الدول سجلت بعض الوفيات. المرض ده بيستمر 3 أسابيع ثم يشفى، لكن في بعض الوفيات، يعني امبارح الولايات المتحده سجلت حاله ثم حاله وفيات وفي بلاد اخرى. فاحنا عاملين الاحتياط، ورصد ان الغالبيه العظمى من هذه الحالات المرض بينقل عن طريق المثليين جنسيا، خصوصا متعددين العلاقات. فالسؤال بتاع حضرتك المهم ان احنا في خطه، في خطه وقائيه تماما، وهي هذه الخطه التي ادت الى اكتشاف الحاله التي وصلت، وفي ترقب لكل الحالات على مستوى الطيران، على مستوى الموانئ، وتم التعامل مع الحاله دكتور عوض، وتم يعني تم التعامل مع المحيطين بها والمحتكين بها. الحاله عزلت في احدى المستشفيات وبتاخد العلاج الكامل اللي هو موصوف واللي موجود في خطه العلاج الوقائيه بتاع وزاره الصحه. اكيد. كل الشكر ليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا دكتور محمد عوض تجدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، شكرا جزيلا ليك. خلينا نتحول بقى لمحافظه قنا. محافظه قنا دشنت مبادره اسمها تواصل. المبادره دي بيتم من خلالها تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجيه واداره خدمه المواطنين في المحافظه على لغه الاشاره، وده عشان تسهل التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصه من الصم وضعاف السمع. معانا عبر زوم المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظه قنا، نتعرف منه على كافه التفاصيل. صباح الخير يا باشمهندس، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منال، صباح الخير يا مصر، صباح النور يا فندم، صباح الخير لكل الساده المشاهدين ومشاهدي القناه الاولى. طيب خلينا اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتعرف كده بدايه، يعني فكره المبادره، وان احنا هنا بتعمل مبادره من تدريب وتاهيل للعاملين والموظفين في التعامل مع ضعاف السمع ومن لم يمتلكوا حاسه السمع. ازاي ابتديتوا التدريب وازاي ابتديتوا يعني تنشروا الفكره؟ واولا محافظه قنا شهدت في الفتره الاخيره تنميه حقيقيه طبقا لما يتم على مستوى الجمهوريه الجديده في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار رؤيه مصر 2030. مبادره التواصل اللي تمت في محافظه قنا بتعليمات السيد المحافظ اللواء اشرف الدهودي، والتي تم اطلاقها تزامنا مع ذكرى مرور عام على اطلاق فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، والتي تم اطلاقها في سبتمبر 21، والتي تستهدف الاشخاص ذو الهمة. اطلقنا مبادره التواصل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجيه واداره خدمات المواطنين بالمحافظه على لغه الاشاره لتحسين مهاراتهم للتواصل مع ذو الهمم، خاصه الصم والبكم، واصبحت من الضروريات اللي نهتم بيها، وتبقى اللغه اللي هي بتساعد وتسهل فهم المواطنين ذو الصم والبكم، ذو الهمم الصم والبكم، ان نفهم هم عايزين ايه في مراكز التكنولوجيه عشان نبدا نلبي طلباتهم واحتياجاتهم اللي هم عايزينها. وبالتالي بدانا في المبادره بتعليمات السيد الرئيس الاستاذ اللواء المحافظ اشرف الدهودي بان نبدا في المراكز التكنولوجيه بعدد محدود نواه نبدا بيها. فيكون عندنا 9 مراكز، فكل مركز فيه عدد 2 من الموظفين يبداوا مع 1 في خدمه المواطنين
عشان نفهم الناس عايزه ايه، لان احنا بنبدا في محافظه هنا من 8 الصبح ل 11 يوميا لقاء خدمه المواطنين في المحافظه، وبالتالي في بعض الشخصيات بتيجي لازم نفهم هم عايزين ايه عشان نلبي طلباتهم. طبعا المبادره اسمها تواصل، هدفها دمج ذو الهمم بالمجتمع لتلبيه كافه احتياجاتهم والاستفاده من خدمات الحكوميه المقدمه في المحافظه. مراكز التكنولوجيا النهارده لما يجي واحد عندنا يطلب طلب لازم نعرفه، فبالتالي بدانا ان احنا ندرب الناس على لغه الاشاره بالتعاون مع جمعيه النور المكفوفين في هنا واداره حقوق الانسان وحمايه الطفل عشان نبدا نشتغل في هذا المجال، لان ده مهم جدا في ان احنا نفهم المطلوب ايه ونلبي احتياجاته. ده مهم جدا يا باشمهندس، لانه فاقدي السمع او ضعاف السمع كانوا بيحتاجوا حد يجي معاهم لاي مصلحه بالزبط. حكوميه او لمركز تكنولوجيا عشان يخلصوا الخدمه عشان يشرح هو محتاج ايه، فاننا نوفر موظفين مؤهلين وقادرين ان هم يتعاملوا معاهم ده حاجه مهمه جدا. لكن حضرتك ذكرت ان هم 9 مراكز، ازاي تم توزيع هذه المراكز وليه تم اختيار هذه المراكز بالتحديد؟ لا هي مراكز اللي جت داخل المحافظه، يعني نجع حماده، بقشط، فرشوط، تمام، يعني كل المراكز نبدا نبدا باتنين نعلمهم وندربهم، وبعد كده نبدا نوسع الهدف. الخطه بتاعتنا احنا يتم التوسع في جميع الاماكن، يعني هنبدا بالوحده الكرويه مثلا، ما برضه في حد بيروح الوحده الكرويه والطلبات محدش يفهمه، لا احنا برضه هنبدا المرحله الثانيه الوحدات الكرويه، المجالس، المدن، هيبقى في توسعات طبعا في نشر هذه الثقافه بحيث ان كلنا نبقى فاهمين المطلوب ايه عشان نعرف نلبي الطلبات. ما ينفعش حد يجيب حد معاه المركز التكنولوجي يعطله، لا يجي من نفسه، ودي خدمه طبعا معموله لكل الناس اللي تستفاد. التوزيع زي ما حضرتك قلت في المراكز المختلفة، عايزة أعرف بقى كيف بيتم التنسيق ما بين الفترة اللي بياخد فيها العاملين التدريب والوقت الفاضي اللي بياخدوا فيه التدريب ده، بقى بيبقى مين موجود في مركز الشكاوى أو مين اللي بيستجيب للناس اللي جاية بالفعل تقدم أسئلتها وتسأل معلومات اللي هي محتاجة تعرفها؟ حضرتك في البداية في الأول يبقى في الاستقبال، اللي بنبدا بالناس اللي موجوده في الاستقبال عشان نقدر الناس دي تتفاهم وتتواصل معنا، وبالتالي بيعمل جدول لكل الموظفين، هتبقى كل الموظفين في المراكز التكنولوجيه عندها هذه اللغه، وجميع الوحدات الكرويه هيبقى عندها اللغه برضو. احنا طبعا بنبدا بحالات في الاول بدايه ممثلين عن المواقع المراكز التكنولوجيه او الوحدات المحليه، ونبدا بعد كده ننشر هذه الثقافه وتبقى كل الناس فاهمه ازاي بتشتغل في هذا المجال. اكيد عظيم. باشمهندس حضرتك قلت ان في 2 موظفين بس في كل مركز حتى الان، في نيه طبعا للتوسع زي ما حضرتك ذكرت في يا فندم كبدايه في البدايه، في نيه طبعا للتوسع لان كل الموظفين يكونوا بيعرفوا يتعاملوا مع ضعف السمع او فاقد السمع. بالظبط يا فندم كده، احنا بنبدا باثنين بدايه وبعد كده نبدا نتوسع نبدلهم ونشوف غيرهم، وبعد كده يبقى على في خلال 3 شهور يبقى كل الناس بدات تبقى فاهمه هذه. لما عرضت الفكره على الموظفين، استعدادات الموظفين كانت عامله ازاي؟ هل كانوا متحمسين لحاجه زي دي؟ طبعا كانت هي كانت اولا في مشكله ازاي ان نتفاهم مع هذه الفئه، مش فاهمين، فبالتالي احنا طبعا بدانا التنسيق مع تربيه التعليم عشان توفر لنا المدرسين المختصين بالتدريب، وبدانا نعمل جدول تنظيمي بينظم مين اللي يحضر عشان نبدا في الاولويات في التنفيذ، وبالتالي طبعا بدانا العمليه في ان احنا ناخد من كل مركز 2، وده اللي يتم تحديده، وزي ما قلت لحضرتك كده احنا بدانا في المراكز التكنولوجيه، بعد كده الوحدات المحليه للمجلس المدينه، وبعد كده الوحدات المحليه القرويه، وده الخطه اللي هتتعمل في خلال 3 شهور الجايه ان شاء الله. كل الشكر ليك يا فندم المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظه هنا، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا فقراتنا مستمره معاكم، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. صباح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه
hits one. Oh, what a goal! ونبدأ نشرتنا الرياضية. اختتم المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الثاني على استاد برج العرب، وده كان في اسكندرية في إطار الاستعداد للمباريات الودية اللي هيلعبها المنتخب مع النيجر وليبيريا، وتدربت لاعيبة المنتخب على بعض الجمل التكتيكية وتدريبات فردية لحراس المرمى. البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي وضع الرتوش الأخيرة على معسكر المنتخب واللي هينطلق النهاردة علشان الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 سنة، وده هيكون في شهر يوليو السنة الجاية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. تم تدويك سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية، وده كان في نهائي منافسات بطولة العالم اللي اتلعبت في صربيا، وبكده طبعا سمر حمزة أول لاعبة مصرية بتحصد فضية بطولة العالم في تاريخ المشاركة النسائية في لعبة المصارعة. نروح لنتائج مباريات دوري أبطال أوروبا، وحقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوز على فريق بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1، وده في المباراة اللي اتلعبت على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة دوري الأبطال، وبالنتيجة دي بينفرد مانشستر سيتي بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبروسيا دورتموند في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط. كمان حقق ريال مدريد الفوز على فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الستة من دوري الأبطال، وبكده اتصدر الريال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ولايبزيج بدون أي رصيد في المركز الرابع والأخير. فاز فريق ميلان الإيطالي على فريق دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 3-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة، وبكده بيتصدر ميلان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقط، ودينامو زغرب في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقط. فريق يوفنتوس الإيطالي خسر من بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي لعبوها امبارح في الجولة الثانية من دور المجموعات، بالنتيجة دي اتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، وبنفيكا في المركز الثاني واليوفي في المركز الثالث. أما تشيلسي الإنجليزي فتعادل مع فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي لعبوها ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. حصد تشيلسي نقطته الأولى في المجموعة وبيحتل المركز الرابع، وكمان رفع سالزبورغ رصيده للنقطة الثانية في المركز الثالث. مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك لميا. الحكومة بتستعد لعقد المؤتمر الاقتصادي اللي كلف بيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يتم مناقشة المقترحات الخاصة بدعم الصناعة الوطنية وكمان مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وبيتم الوصول لرؤى لمواجهة كل التحديات وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الاستعدادات والأجندة المقترحة للمحاور اللي حيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي. بنرحب في فقرتنا بالدكتورة أسماء فهمي الباحث في المركز المصري للدراسات. أهلا بك دكتورة. أهلا، صباح الخير عليك. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور. يعني احنا شايفين توجيهات من سيادة الرئيس بعقد مؤتمر اقتصادي في التوقيت ده، انت متخيلة المؤتمر هيكون ازاي؟ توجيهات الحكومة هتكون ازاي؟ رؤيتك كده. تمام، زي ما حضرتك تفضلتي ان الاسبوع نهايه الاسبوع الماضي الرئيس في افتتاحه عدد من المشاريع بهيئه قناه السويس اعلن عن ان هيتم اقامه مؤتمر اقتصادي نهايه الشهر الحالي سبتمبر الحالي.
وطبعا كلف الحكومة ان هي تبدأ بتجهيز خطة العمل اللي هيتم من خلالها عرض يعني تطورات او ملفات اقتصادية بتهم الشأن المصري. هنلاحظ ان المؤتمر دوت مش اول مؤتمر اقتصادي يعني بتقيمه مصر. في مارس 2015 برضو تم إقامة مؤتمر اقتصادي ضخم في شرم الشيخ، وكان يعني خلص المؤتمر على توقعات او على نتائج كانت اعلى مما كان متوقع قبل بدء المؤتمر. يعني كان متوقع ان هيتم طرح مشاريع وإقامة استثمارات يعني بقيمة تتراوح من 15 ل 20 مليار دولار، لكن خلص المؤتمر إن تم طرح استثمارات بقيمة 60 مليار دولار ساعتها 2015، المؤتمر اللي تم انعقاده في 2015، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات بقيمة 36.2 مليار دولار في وقتها. المؤتمر برضو في 2015 هنلاحظ ان وزارة الإسكان تم توقيع اتفاقيات لإقامة مشاريع عقارية وإسكانية وسياحية. هنلاحظ برضو وزارة الكهرباء وقعت عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات والمستثمرين، وده على أسره تم التوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء. واللي لاحظنا ان خلال الفتره اللي فاتت او السنوات السابقه قدرت مصر ان هي يعني توقف حركه او الانقطاعات المتكرره في الكهرباء اللي كانت بتتم قبل في سنوات سابقه. برضو هنلاحظ ان وزاره البترول وقعت عدد من الاتفاقيات واللي على اثرها تم التوسع في الاكتشافات البتروليه والاكتشافات من الغاز الطبيعي، واللي ده مكن مصر خلال السنوات السابقه برضو ان هي تحقق انجاز في قطاع الطاقه، واللي وصلنا لمرحله ان هي في 2018 بفضل التوسعات والمشاريع اللي تمت في القطاع ان هي توصل لمرحله الاكتفاء الذاتي في 2018، وبعد كده سد الطلب المحلي وتصدير الفائض، وبالتالي يعني مكن مصر ان هي تزود صادراتها من الغاز الطبيعي وادخال العملة الصعبة. وده هنلاحظ ان هو قدرت مصر من خلاله ان هي في سنة الكورونا يعني حققت معدلات ايجابية، او حقق الاقتصاد المصري معدلات ايجابية في حين ان العالم كله كان بيعاني من معدلات نمو طبعا بالسالب. بالظبط. دي بالنسبة للمؤتمر السابق. يعني انا ذكرته عشان اقول ان نتائجه كانت ايجابيه وحقق من خلالها الاقتصاد المصري او الهدف منه، يعني تحقق الهدف من اقامته خلال السنوات السابقه، ومعظم المشاريع اللي تم الاتفاق عليها في حينها بالفعل يعني تمت يعني او نفذت. طيب ده عظيم. بالنسبه للمؤتمر او السنوات السابقه. بعد دعوة الرئيس طبعا للمؤتمر الاقتصادي اللي هو في نهاية سبتمبر الحالي، قام رئيس الوزراء بعدة تحركات. أول حاجة طبعا عقد اجتماعات مع أعضاء إدارة اتحاد الصناعات، مجلس إدارة اتحاد الصناعات ووزير التجارة والصناعة، لي يعني يتم عمل خطة عمل وعرضها في المؤتمر عشان يتم تنفيذها. برضو من ضمن التحركات اللي قام بيها رئيس مجلس الوزراء ان هو قعد برضو مع محافظ البنك المركزي لبرضو لطرح او مناقشه الاوضاع الاقتصاديه والتحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري. برضو تم يعني قعد برضو او قام رئيس الوزراء بعد من التحركات برضو على او التواصل مع الوزارات والهيئات المختصه لمناقشة برضو الأوضاع الاقتصادية وما سيتم طرحه في المؤتمر. طيب. والفرص طبعا اللي ممكن مصر تخرج منها جداً. نفهم من كده أنه يكون في هذا المؤتمر ممثلين عن الحكومة، ممثلين عن اتحاد الصناعات، ممثلين عن المستثمرين، مظبوط؟ مظبوط. كل دول هيكونوا موجودين في هذا المؤتمر. هل هيكون في مستثمرين من الخارج أو دعوة؟ طبعا رجال أعمال، مستثمرين، هيئات دولية، منظمات دولية، ده كله بيبقى حاضر في المؤتمر. يعني
طيب التنسيق اللي احنا متخيلينه اللي هيحصل ما بين الحكومة والخبراء والاستثماريين، شرح الجديد اللي حصل عندنا، التنسيق اللي بيحصل بين الهيئات المختلفة سواء بقى في يعني السياسات المالية النقدية، الآخر مفاوضات حصلت بيننا وبين صندوق النقد الدولي، كل ده هيتم طرحه متخيلين في المؤتمر عشان نخرج بأفضل صورة ممكنة؟ طبعا يعني المؤتمر على رأس أولوياته هيتم مناقشة يعني ملف النهوض بقطاع الصناعة. طبعا مصر وضع في أولويتها عدة سياسات أو تحديات بتستهدف إن هي تقوم بيها خلال الفترة القادمة. طبعا على رأسها السيطرة على معدلات التضخم، وطبعا دي مشكلة يعني واردة إلينا، يعني ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. تضخم مستورد بالظبط زي ما بيقول الخبراء. مظبوط، تضخم مستورد ناتج عن الأزمة الأوكرانية. الأزمة الأوكرانية واللي تركت انعكاساتها على يعني الخلل في سلاسل التوريد، واللي أدت إلى رفع أسعار الغذاء وأسعار الطاقة، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم العالمية، واللي ترك انعكاساته على الاقتصاد المصري. تاني حاجة وضعتها مصر يعني كأولوية ليها الفترة القادمة النهوض بقطاع الصناعة، واللي على إسره هيقوم أو أهم محور هيتم مناقشته في المؤتمر. طبعا فمصر حاطة قطاع الصناعة كأولوية ليها على اعتبار أنه هو هيؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد، وده هيساهم في زيادة الصادرات. طبعا مصر بتستهدف ان هي تحقق في السنوات القادمة 2025 ان هي تحقق قيمة الصادرات 60 مليار دولار، وعلى المدى البعيد 100 مليار دولار يعني في السنوات القادمة. فطبعا الاهتمام بقطاع التصنيع وزيادة الانتاج وتوطين الصناعة، وضع خطة يعني واضحة لتوطين الصناعة، ده هيساهم في تحقيق هدف مصر اللي هو الوصول لقيمة صادراتها ل 100 مليار، وبالتالي طبعا إدخال عملة صعبة لينا اللي احنا محتاجينها في الفترة الحالية. ده عظيم. وده خليني أسألك، هل في إمكانية لتحويل المستوردين إلى مصنعين؟ احنا بنتكلم دلوقتي في توطين الصناعة وإدخال المكون المحلي كمادة خام في صناعة العديد من الصناعات المختلفة، هل في إمكانية لتحويل المستورد؟ الراجل ده بدل ما كان بيستورد وبيستخدم عملة صعبة وبيجيب حاجة من برة بندفع فيها عملة صعبة، فأنا صنعها عندي، وده برضو بيدخل في إطار وخطة الدولة لتوطين الصناعة. طبعا طبعا، وعشان كده مصر قامت بعدة خطوات لإصلاح القطاع. يعني قبل ما تقوم بالمؤتمر هي كانت بالفعل اتخذت سياسات إصلاحية في القطاع تسهل الاستثمار، وبالتالي تنشيط أو تشجيع الصناعة. إن هي أولا سهلت الحصول على الأراضي الصناعية من خلال خريطة الاستثمار المتوفرة على موقع الهيئة العامة للاستثمار وموقع هيئة التنمية الصناعية. برضو عملت إن هي خفضت مثلا أسعار الغاز الطبيعي للقطاع، خفضت أسعار في بعض الصناعات، خفضت مثلا أسعار الكهرباء في قطاعات في صناعات تانية، ثبتت السعر، يعني ثبتت سعر الكهرباء. طبعا قدمت حوافز ومبادرات لتشجيع القطاع الخاص ان هو يجي الاستثمار في القطاع الصناعي، وده طبعا يعني اللي بيقوم او اللي هيقوم عليه المؤتمر الاقتصادي القادم. يعني وثيقة سياسة ملكية الدولة تم طرح هذا الموضوع في أكتر من مرة، وتم يعني في مناقشات كتير وآراء كتير، وأعتقد ممكن نكون وصلنا لمسودة نهائية لمناقشة هذه الوثيقة. احنا متخيلين ده ممكن يبقى موجود في المؤتمر اللي جاي، يتم مناقشته، يعني الناس تتكلم عن أبرز المشكلات اللي ممكن تواجه الناس في تطبيقها، هل ده وارد انه يكون موجود في المؤتمر؟ هو في الفترة الحالية مصر بتحاول تشجيع القطاع الخاص وتقليل يعني ملكية الدولة. يعني حاليا مثلا ملكية الدولة في السوق يعني 30%، مصر عايزة تخليها أكتر من 60%، على أساس إن إيه إشراك القطاع الخاص دي سياسة
بتستهدفها الدولة، اللي هو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمارات والدخول وضخ، وبالتالي ده هيعود على الاقتصاد بشكل ايجابي. ده مستهدفات الدولة، وده خطة الدولة ان هي في الفترة الحالية ان هي تستقطب استثمار اجنبي، وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. طيب عظيم. دكتور أسماء، دول كتيرة في نهضتها اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإحنا هنا بندعم هذه المشروعات، لكن شايفة إزاي نقدر ندعمها أكتر من كده، إزاي نقدر نروج لهذه المشروعات أكتر؟ تمام. زي ما قلت حضرتك إن الدولة يعني راعت وهي بتحط أو بتشجع عشان تستقطب القطاع الخاص، إن هي قدمت لهم تسهيلات، قالت لهم انا هسهل لكم الحصول على الاراضي، هسهل لكم التراخيص، هسهل لكم، انا مثلا هدعم الصناعات بكذا، زي مثلا تخفيض اسعار الغاز الطبيعي وتخفيض اسعار الكهرباء وبعض الصناعات، اعفاءات ضريبيه، يعني تسهيلات كتير، مد مرافق وخدمات للاماكن. بالفعل كل السياسات دي تم اتخاذها قبل اقامه اي حاجه، يعني زي قبل المؤتمر الاقتصادي اللي تم في 2015، قامت مصر باصلاحات اقتصاديه وكانت ساعتها بتستهدف تطوير، او كان عندها اولويه تطوير واصلاح قطاع الطاقه. قبليها برضو قامت باصلاح في القطاع، فهي عملت نفس الحكايه، يعني الفتره الحاليه عملت نفس الحكايه. قبل اقامه المؤتمر مصر قامت باصلاحات في قطاع الصناعه، بحيث ان المؤتمر لما يجي خلاص احنا جاهزين، احنا يعني سهلنا على المستثمر ان هو يجي، قدمنا له امتيازات، قدمنا له اعفاءات، سهلنا له مثلا الحصول على الاراضي الصناعيه، سهلنا له، قدمنا له تسهيلات معينه، تراخيص وما الى ذلك، قدمنا له خريطه استثمار، يعني عايز تستثمر فين، تروح فين، تعمل ايه. دي كلها يعني زي حطينا له، جهزنا له كل حاجه، بحيث ان ايه وقت اقامه المؤتمر انا هعرض الفرص الاستثماريه، القطاعات الواعده في مصر، وخاصه طبعا القطاع الصناعي، هدف مصر، مصر عايز توصل لايه، يبقى كله حاضر وجاهز. وده فعلا الرئيس قام بيه لما اودع اليه ان احنا عايزين نوصل بـ يعني قيمه صادرات، واللي هيجي عن طريق ان احنا نشجع المنتج المحلي، ان قيمه صادراتنا توصل ل 100 مليار في السنوات القادمه ان شاء الله. جميل جدا يا دكتور اسماء، لما يكون في ازمه اقتصاديه عالميه الحكومه تسمع لراي الخبراء والمختصين ويكونوا موجودين في مؤتمرات بهذا الشكل، حاضر فيها رجال اعمال وحاضر فيها مستثمرين محليين مصريين يعني، ومستثمرين جايين كمان من الخارج، حاضر فيها المسؤولين عن السياسات النقديه والسياسات الماليه للبلد، فده كله ان هم يكونوا موجودين في مكان واحد، ده ممكن ينعكس علينا بايه؟ تمام. زي ما قلت لحضرتك، يعني المؤتمر قايم ان انا يعني بقول للمستثمرين احنا عندنا، احنا صلحنا القطاع وقدمنا كذا، عندنا فرص استثماريه كده، وفي نفس الوقت احنا بنسمع وجهات النظر، يعني ازاي نطور كذا، ازاي نطور كذا. دي فكره المؤتمر، ان انا بسمع الاراء المختلفه، بحط التحديات اللي قصادي او اللي بيواجهها الاقتصاد، وبالتالي ده بيأهلني ان انا يعني اسمع برضو اراء من مختلفه، من متخصصين زي ما حضرتك قلت، من خبراء، من يعني من جهات من بره، وبالتالي ده هيمكنني ان انا اقدر يعني بجانب طبعا بعرض فرص استثماريه، ده هيعود على الاقتصاد. لقاء اصلا يا فندم المستثمرين المصريين والاجانب اللي جايين في هذا المؤتمر، لقائهم مع بعض في حد ذاته مكسب. صحيح صحيح. زي ما قلت حضرتك، يعني ما هو قايم على ان انا بعرض فرص استثماريه. كل الشكر ليكي، نورتينا وشرفتينا دكتوره اسماء عبد المنعم، الباحث في المركز المصري للدراسات، شكرا جزيلا ليكي. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع لميا. شكرا شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة مع قطر، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد عقد مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أشاد أمير قطر بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة، مع التأكد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. أكد الرئيس السيسي أن القمة العربية القادمة بالجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات. وشدد الرئيس السيسي لوكالة الأنباء القطرية على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في المنطقة العربية، وفي مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدولة. وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية. وحصل المشروع القانون على تأييد 17 صوتا فيما عربت 5 أصوات عن معارضتها للتشريع، مما يمهد الطريق أمام إجراءات التصويت على مشروع القانون في مجلس بكامل هيئته. وتأتي الخطوة الأمريكية وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. Under the law that Congress in its wisdom passed years ago. تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا اقتراحا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمخاطبة الاجتماع السنوي لزعماء العالم الأسبوع المقبل عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا. وقالت بعثة أوكرانيا في الأمم المتحدة أن زيلينسكي لا يمكنه المشاركة شخصيا في اجتماعات الجمعية العامة، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن سيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعرضت لحادث مروري في كييف، لكنه لم يتعرض لإصابات خطيرة. وفي بيان له قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن الأطباء المرافقين للرئيس قدموا مساعدة عاجلة لسائق العربة المتسببة في الحادث ونقلوه إلى سيارة إسعاف، مشيرا إلى أنه تم إجراء فحوصات طبية للرئيس حيث لم يتم العثور على أي إصابات بالغة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات البحرية الروسية ونظيراتها الصينية تقوم بتدريبات مشتركة في المحيط الهادئ. وأوضحت الوزارة أن التدريبات تشتمل على إجراءات مناورات تكتيكية مشتركة لتعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، بالإضافة إلى دعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومراقبة السواحل وحماية المواقع الاقتصادية البحرية الروسية والصينية. توجت لاعبة المصارعة المصرية سمر حمزة بالميدالية الفضية في نهائي منافسات بطولة العالم للمصارعة وزن 76 كيلوغرام والتي تقام بصربيا، وتعد هذه المرة الأولى لمصر التي تحصد خلالها على الميدالية الفضية في تاريخ مشاركات النساء باللعبة. وكانت سمر قد وصلت إلى نهائي بطولة العالم بعد التغلب على بطلة أستونيا بنتيجة 2-3 في نصف نهائي البطولة. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. إلقاء مربعات فن الواو الشعري ده واحد من الفنون اللي اتولدت في حضن الصعيد وتحديدا في إنا، عرفنا بيها السيرة الهلالية وأصبح
هذا الفن متوارث ما بين الشعراء وعايش في وجدان الناس، لأنه بيتعمق في الحياة اليومية وبيمس حياة الناس. خلونا نتكلم أكتر عن فن الواو مع الشاعر الصعيدي الكبير عبد الستار سليم اللي منورنا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. يا مرحبا. بدأ فن الواو في إنا، إشمعنى إنا؟ إشمعنى إنا وليه سميناه فن الواو؟ ده صحيح، هو الحقيقة زمنيا بدأ أيام عصر حكم المماليك والعثمانيين لمصر. وبدأ كيف بدأ؟ احنا عارفين انه في الجنوب في صعيد مصر اللي هو كانوا بيسموه الصعيد الجواني قبل التقسيم بتاع قنا واسيوط وسوهاج والكلام ده كله، ده تقسيم اداري جديد يعني. فكانوا بيسموه الصعيد الجواني. الصعيد الجواني كان محروم من كافه الخدمات، فكان المحتسب اللي هو مبعوث من قبل الحاكم في مصر المحروسه اللي هي القاهره كان يروح يجمع ضرائب دون ان يقدم اي خدمات. فكان بيحكي لي جدودنا وأعمامنا، كان لي جد اسمه محمود، فبقول له يا جدي يعني انتوا احكي لي انتوا عملتوا ايه وازاي حفظتوا هذا الفن. قال لي يا ولدي احنا كنا عايزين نعبر عن اللي جوانا، واحنا كلنا كنا أميين، ما فيش لا مدارس ولا جامعات ولا تلفزيون ولا إذاعة، طبعا الكلام ده في عصر المماليك والعثمانيين يعني. فقال لي كان المحتسب يجمع منين الضرائب وحتى على الجلابية اللي بنلبسها. قلت له كيف؟ قال لي لو لبست جلابية جديدة قبل ما البسها ما اقدرش امشي بيها في البلد الا اذا المحتسب ختم على كتفي بالختم بتاعه وخد ضرائب. فبقول له طب يا جدي ده هو انتوا عندنا حر والتراب والعربية والجلابية تتوسخ. قال لي لو توسخت تقعد على جسمي لغاية ما تتقطع، يا اما لو غسلتها الختم يضيع فتاخد ختم تاني بضريبه تانية. وضريبه ثانيه. الى هذا الحد كان فيه ظلم واجحاف وجور على ابناء الصعيد. فالصعيدي الرجل الامي الذي لا يقرا ولا يكتب عايز يعبر عن حاله عن اماله والامه. فكان يقعدوا في الليل حوالين الجرون تحت الجمرايه او في على المساطف في المنظره، وما عندهمش حاجة يعملوها إلا أنهم يقولوا طب ما تيجي نحكي حكاية مثلا أو نقول قصة. فيتكلموا عن أبو زيد الهلالي مثلا. على فكرة معلومة للسادة المشاهدين أن سيرة أبو زيد أو السيرة الهلالية كتبت في مصر وليس في المغرب. هي حدثت في المغرب ولكنها كتبت في مصر، بدليل أن احنا بنشوف الأسلوب النثري بتاعها أسلوب مصري والأشعار المصاغة أشعار باللهجة المصرية. لأنه اللهجة المغربية المغاربية صعبة يعني ما تتكتبش. فكانوا بيقول له يقعد مثلا واحد يقول له إيه ولا عايم إلا ما ترسي. لا نسمع في الميكروفون. ماشي. ولا عايم إلا ما ترسي وتيجي برها بالسلام ويسكت. يقوم الرجل اللي جنبه ما يسكتش، يا ما كلنا جوالين في النواب على فكرة، يعني مش واحد ولا اثنين، كل الناس هناك. فبعد ما يسكت الثاني يقول له يا أخي 99 كرسي وقفوا له لصمه السلام. شوف قال له ولا عايم إلا ما ترسي وتيجي برها بالسلام. قال له 99 كرسي وقفوا له لصمه السلام. يعني إيه 99 كرسي؟ قصده 99 شيخ قبيلة كانوا قاعدين في الجلسة، ولما جاء لصمة السلام اللي هو أبو زيد الهلالي كل الناس وقفت. الله. البيت الأولاني ملوش علاقة بالبيت الثاني، فده يحسسك إنه اللي قاله مش واحد، اللي قالوه أكتر من واحد. واحد قال ده والثاني قال ده. طيب. بالظبط كده. طيب التداخل الصوتي والتقطيع اللي بيحصل في الكلام ده زي ما حضرتك بتقول بيدلل على ان بيبقى فيه اكتر من واحد. تمام. بيبقى قوال. صحيح. زي ما بنقول. صحيح. ده بيخلي فيه ايه بقى، وحده في النص ولا بيخلي وحده في الفكره والنص نفسه بيبقى مختلف؟ هو فن الواو في الحقيقه يعني فن مقطوعي. مقطوعي يعني ايه؟ يعني هم جدودنا زمان اللي كانوا عايشين في المنطقة الصعيدية دي
تأثروا بالشعراء العرب اللي جوا مع الفتح الإسلامي، سمعوا القصيدة العربية، كانوا بيجوا بتشوف الجزيرة العربية، نعم، لكن دول ما يعرفوش لغة عربية، فحبوا يقولوا كلام زي كده موزون يعني، وفيه قافية وكده كلام زي بعضه، هم طبعا ما يعرفوش القافية والوزن والكلام ده، مظبوط، فحبوا يقولوا كلام زي ده بس بلهجتهم. وشافوا ان القصيدة العربية طويلة ما يقدروش يحفظوها، طبعا فهم حاولوا يعملوا قصائد قصيرة مقطوعات. فالمقطوعة عبارة عن سموها حتى المربع. ليه سموها المربع؟ لأنها تتكون من بيتين شعريين فيهم أربع شطرات، فأطلقوا عليه المربع. طب ليه سموه الواو؟ يعني ليه مساب؟ لأنه المربع على فكرة أنا كان لي كتاب طلعت فيه عائلة التربيع في 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 كتاب اسمه ماذا تعرف عن فن الواو، طلعت فيه عائلة التربيع، فكان فن الواو واحد منهم. يعني الناس فاكرة انه المربع هو فن الواو بس، لا، ده انا عندي الموال الرباعي، وعندي فن الدوبيت، وعندي الرباعية اللي كان بيقولها المرحوم صلاح جاهين الله يرحمه، وعندنا فن في أسوان اسمه النميم، وفن اسمه الجنزير، وفن اسمه المصدار. شيء رائع فعلا، يعني هذا الصعيد الجواني يعوم فوق بركة من الفنون القولية. طيب تفضلي. وقال الشاعر، وقال قال ايه بقى؟ هنسمع ايه؟ وقال الشاعر، بقول الواو مولود حدانة، وحدانة عمه وخاله، ولا حد يحدي حدانة ولا غيرنا في الجول خاله. هنا في حدانة وحدانة وخاله وخاله، دول كلمتين ينطقوا بنفس الكيفية لكن يختلفوا في المعنى. بقول الواو مولود حدانة يعني عندنا، ولا حد يحدي حدانة يعني ما حدش يقول مثل حداءنا، يعني الغنى بتاعنا. الحداء كان ده ورا الإبل، العرب زمان كانوا يسموه الحداء. فلما أقول الواو مولود حدانة وحدانة عمه وخاله، ده العم والخال، ولا غيرنا في الجول خاله من الخيلاء، يعني يزدان يقول لك والله الجلابية دي خايلة عليه، والله خايل في لف العمامة. فهنا وكان أنا روحت الآن وقلت الناس هناك، أي مربع مفتوح مفهوش الجناس ده يعني، يقول لي يا أستاذ أنت بتضحك علينا، ما تقول لنا حاجة عشان نشاركك في حلها. يعني لو قلت له مثلا زي ما قال ابن عروس، مسكين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده، مسكين من يصحب الناس ويريد من لا يريده، هذا مفهوش جناس معروف حديده ويريده. لما لو قلت لهم حاجة زي كده يقول لي أنت بتستهتر بينا، أنت فاكر إن إحنا ما نعرفش نقول زيك يعني؟ فلازم يبقى أقول في مباراة، يعني في مباراة الناس بترد على بعض. نعم، فلازم أقول لهم إيه؟ أقول لهم طبيب الطبابة أسلمان، والعقل مني جناين، شوف صقع طوبة أسلمان تلف تمرها والجناين. ايه ده؟ ده عايز يتفك. لما اقول طبيب الطبابة هو لا يقصد الطبيب اللي متخرج من كلية الطب، لانه ما كانش عندنا كلية طب، انما يقصد يا حكيم الحكماء، الرجل الشيخ الكبير اللي هو كان يعني يحل مشاكل الناس. فلما اقول طبيب الطبابة يعني يا حكيم الحكماء، طبيب الطبابة أسلمان، فاللي يسمعها الأول وهلا يفتكر إن أنا بنادي بنده واحد اسمه سلمان. إطلاقا هي مش كده. إنما بقول طبيب الطبابة أسأل من. حذفت الهمزة. نعم، يعني سهلت الهمزة. طب أنا عرفتها إزاي؟ أو السميع يعرفها إزاي؟ لأنه الشطرة الثانية بيقول والعقل مني جناين. جناين هنا معناها العقل مني هيجن، يعني في دماغه مشكلة مش عارف يحلها، فلجأ إلى مين؟
الى طبيب الطبابه فبيقول له قل لي اسال مين. استاذ عبد الستار يقال ان يعني اطلاق اسم الواو لانه شاعر كان بيبتدي ويقول بيت الشعر زي ما حضرتك ذكرت ويستنى ويقول ايه يستنى كده شويه يشوف لحد الناس ما تفهمه لان في بعض الحاجات محتاجه فعلا ان هي تفهم ويرجع يقول ويقول وقال الشعر وقال الشعر او ويقول الشاعر. طب ليه بيقول وقال الشاعر؟ يعني هي عندي حالتين، يا اما هو الجوال اللي قال المربع ده، يا اما الجوال المربع ده محفوظ هو حافظه. طيب لو كان هو قايله فيخشى انه يقول انا اللي قايله، لانه احيانا هو بينتقد الحاكم المملوكي او العثماني فيقول ويقول الشاعر بيقول وقال الشاعر علشان لو المحتسب فهمه لا ينسب ليه الكلام هيمسكه كده ويقول له تعالى انت بتشتم الحاكم فيقول له ده مش انا اللي قلت ده سمعته وقال الشاعر. او يا اما هو حافظه. حافظه ازاي يعني؟ يعني فيه واحد قاله وهو وصل اليه عن طريق السماع او هو ما يعرفش مين اللي قاله فعلا لان زي ما قلت لحضراتكم انه ممكن المربع الواحد يشتركوا فيه اثنين ثلاثه مثلا. يعني هقول لحضرتك وللساده المشاهدين على مربع الاربع شطرات ما لهمش علاقه ببعض ابدا. تمام. بيقول ايه؟ بيقول عيب الذهب فص ونحاس وعيب الخيول الحرانة وعيب القبيلة من الراس وعيب الفتى من لسانه. ايه ده؟ بس اكيد ليه معنى يعني طبعاً في مغزى طبعا من الموضوع انهم حتى يتحطوا مع بعض في مربع واحد. ده هو ميزة الفن الشعبي انه له معنى. بيقول عيب الذهب فص ونحاس، يعني لما سعادتك تبقى لابس خاتم وتبقى حاطط فيه حته قزاز او فص قزاز الفص اللي فوق ده الفص لو رحت تبيعه الجواهرج هيشيل فص القزاز مظبوط لانه ما يتوزنش مع الذهب. نعم. الحاجه الثانيه انه الذهب ممكن يتحط له سبيكه من النحاس عشان يبقى عيار 24 عيار 18 عيار 16. فهو بيقول انه العيب اللي في الذهب المفروض الذهب يبقى 24. الذهب العيب اللي فيه يا اما تحط له فص قزاز يا اما نحاس يا اما تخلطه بنحاس. تمام. هذه شغله تعتبر مثل سائر. عيب الذهب فص ونحاس. يقوم واحد ثاني جنبه ويقول له وعيب الخيول الحرانه. ايه الخيول الحرانه؟ انها بتحرن يعني اللي بتحرن يعني الفرس لما يحرن يعني ايه؟ يعني لا يستجيب للفارس بتاعه. يعني يزقه لقدام يرفض اوامره يعني يحرن. فيقول له عيب الخيول الحران وده مثل سائر برضه. وعيب القبيله من الراس. راس القبيله اللي هو شيخ القبيله. لو كان هذا رجل كويس تبقى القبيله كلها كويسه، ولو كان مش كويس اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص. فهنا بيقول وش عيب القبيله من الراس. وده مثل سائر برضه. وعيب الفتى من لسانه. لسانه يعني من لسانه. ايوه يعني يقول له تحدث حتى اراك. نعم. فتحس انه كل شطره من دول ملهاش علاقه بالشطر الثانيه. يعني معنى ذلك انه كل واحد قال شطره، وعلى فكره زمان ما كانش يهمهم مين اللي قال، يهمهم المقول نفسه. يهمهم الكلام الشعر لأنه كلهم جوالين وكلهم بيقولوا شعر. طيب حضرتك كان ليك مقال بتتكلم فيه عن التورية اللي بتستخدم في فن الواو. نعم. وإن قد إيه كان بيتم استخدامه في مقاصد سياسية للتهرب بقى بالزبط. من الظلم برغم إن المشهور أو اللي احنا عارفينه صحيح. أو اللي وصل لنا صحيح. إن فن الواو ده للغزل بالزبط. ففجأة تم استخدامه ولا هو كان أصلا بيتم استخدامه سياسيا وبعدين وصل لمرحلة الغزل؟ الأمور ماشية إزاي؟ ده صحيح. هو الحقيقة كان الغرض الأساسي لفن الواو، الغرض الشعري لهذا الفن، كان الشكوى من الزمان وغدر الخلان وبعض الحكم والأمثال. يعني كان يشكو من الفقر مثلا، من عدم التعليم. طب احنا ايه اللي أدخلناه على فن الواو؟ يعني هو فن الواو كان كل مربع مستقل بذاته.
ليس له دخل بالمربع السابق ولا بالمربع اللاحق. طيب احنا ايه ازاي ادخلنا ايه عليه؟ انا عملت ما يسمى بالقصيدة الواوية. يعني ايه القصيدة الواوية؟ يعني اقول قصيدة واو من الواوات كلها غزل، اقول قصيدة كلها سياسة، اقول قصيدة كلها اجتماعيات. يعني كان بيستخدم برضو في الهجاء والرساء وكده؟ طبعا. امال ايه؟ ده هو بيقول له في الهجاء مثلا ابن عروس بيقول ايه؟ بيقول مسكين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده، مسكين من يصحب الناس ويريد من لا يريده. ايه ده؟ عظيم. مسكين من يصحب مسكين من يطبخ الفاس، الفاس اللي هو الحديد، ويريد مرق من حديده. هل الحديد لما نطبخه نغليه يطلع المرق؟ طبعا لا. المرق اللي هي شوربة اللحمة يعني. احنا بنسميها المرقة. أيوة. في الصعيد. هو طبعا لا يقصد المرقة ولا الحديد ولا البتاع، هو بيذم الرجل البخيل. البخيل مهما عملت معاه واستعطفته واسترحمته عشان يحن عليك بالفلوس مش ممكن. فبيقول مسكين، يعني لو انا مسكين لو رحت اطلب من واحد بخيل حاجه، مسكين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده. واحد تاني قال له مسكين من يصحب الناس ويريد من لا يريده. طيب لما نيجي نتكلم عن فن الواو لازم طبعا نتكلم عن رائد فن الواو. نعم. ابن عروس. نعم. ونتكلم عن اعلام هذا الفن. نعم. شيخ احمد القوصي والشيخ حسن الفرشوتي وغيره وغيره. نعم. واين الفن دلوقتي في هذا الزمان؟ اين فن الواو؟ الحقيقه فن الواو الان، يعني انا نفضت الغبار عن فن الواو من حوالي 40 سنه. نفضت الغبار عنه ازاي؟ انا الحقيقه كنت بعمل برنامج في القناه التامنه اللي هي قناه طيبه الان في اسوان. وكان فيه ناس اميين يبقى حوالين، وهو داير ورا الساقيه يتكلم يقول كلام شعر هو ما يعرفش ده ايه. انا باعتباري شاعر وناقد فاهم هو بيقول ايه. فاستدعيتهم، كان معي زميلي المخرج الكبير الاستاذ اسماعيل الشيشيني. قلت له عايزين نعمل ده، نرصد الناس اللي بتقوله ده. وفعلا كنا بنروح القرى والنجوع والكفور ونشوف نقول مين هنا بيقول شعر، مين حافظ شعر، ونجيبهم عندنا ونخليهم يقولوا في القناة. ومن خلال جوالة هؤلاء الناس احنا قعدنا حوالي 12 سنة واحنا عاملين هذا البرنامج. ومن خلال هذا البرنامج جمعت انا 4 مجلدات من فن الواو. ده صدر المجلد الاول والثاني من المجلس الأعلى للثقافة، وأنا بشكر المجلس الأعلى للثقافة لأنه حافظ على هذا الفن. طبعًا. يعني ده مش كلام عبد الستار الصليب، ده كلام جدودنا اللي هم يعني من خلاله، وفيه جزئين تانيين هيطلعوا إن شاء الله من المجلس الأعلى للثقافة إن شاء الله. فيعني إحنا بذلنا جهد إن إحنا كنا نروح للناس، زي زكريا الحجاوي زمان ما كان بيعمل، كان بيروح للنيوع ويشوف النصوص. توثيق الفن بتاع أهالينا. نعم. وتوثيق الفن بتاع جدودنا وتراثنا. عشان يفضل مستمر. بالضبط كده. مع بقى وضع الأطر العلمية وشرحها. نعم نعم. نورتنا وشرفتنا وفرحنا بوجودك معانا النهاردة الشاعر الكبير عبد الستار سليم. شكرا لوجودك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا ليكم. شكرا ليك يا فندم. كاميراتنا النهاردة في صباح الخير نزلت الشارع. كان عندنا طبعا سؤال الحلقه بتاعنا، انت مين وسط اصحابك؟ فالكاميرا نزلت وسالت الشباب سؤال حلقتنا النهارده، كل واحد في شلته انت مين في الشله بتاعتك؟ فتعالوا نتعرف على اراء الشباب. بتزدهر الحياه بوجود الاصدقاء، ومع الوقت بيصبح الصديق زي الاخ. فالصداقه من اعظم النعم اللي بتعطي طاقه ايجابيه لكل انسان، وبتشارك الأصدقاء في تفاصيل يومية رغم اختلاف اتجاهاتهم وصفاتهم. في كل شلة بيبقى فيه واحد متخصص في حاجة، في اللي متخصص في الخروجات، متخصص في الفسح، متخصص في الأماكن الأكل، في اللي متخصص في إنه يبوظ الخروجات. في الجروب بتاعك احكي لنا كده مين متخصص فيه وأنت كمان ممكن تبقى متخصص فيه. لا احنا عندنا الجروب يعني يبقى متخصصين في كل حاجة. يعني انا مثلا ممكن اكون متخصص في معلومات شويه فبرخم عليهم، فاهم يعني دم تقيل
انا الشخص اللي هو بتاع طب ظبطوا وكلموني، فاهم؟ يجوا يكلموني لا موبايل مقفول. كسل ومفيش. مش كسل، فاهم؟ انا نمت اصلا. ما يا جدعان يلا هننزل الساعه 8، لا هننزل 12، فاهم؟ ف 12 دي انا باكل رز بلبن مع الملايكه. شلتي فن شويه زياده عن اللزوم، دمهم خفيف يعني، ومعظم يعني الشباب في الشعب المصري يعني، او الشعب المصري كده. احنا شله خمسه من ابتدائي لحد الان. ما احنا لما بنيجي نخرج واحد فينا بيقرر، هو يوسف بيبدا اول واحد. بعد كده ايه، ساعة ما نيجي نخرج نفس اليوم بنقرر بقى احنا نروح فين. لو ما بنلاقيش حتت نخرج فيها يعني، خلاص احنا خرجنا في كذا مكان فمش لاقيين مكان جديد، فبتبوظ ساعات على اطول اسباب. قائدة الشلة انا اسمها اللي هي الفاشينيستا بتاعتنا ودينا، الذكية بتاعتنا نجاة. مثلا انا اللي ببقى بجهز الحوار كله. عندنا بقى واحد صاحبي اسمه ياسين، هو ده المسؤول عن التبويظ بقى، هو اللي بيبوظ كل حاجه. عندنا برضو واحد صاحبي اسمه مصطفى، هو المسؤول عن التنقلات يعني، ان احنا العربيات وكده. سماح دي يعني اي حد يعني لو في مشكله اكتر حد تجري عليه يعني. حللت العقد دي؟ لا، ان هي تسد في امل جدع. في زينب بقى دي الجراءة. الشلة بتاعتي أمل الحسيني متخصصة جدا، إن هي في الفسح والخروجات والمطاعم والحاجات اللي زي كده. عندي صاحبتي برضو نفين متخصصة جدا في الميك اب والشياكة، وليا صاحبتي تانية متخصصة جدا في الأكل ممتازة، ودي اسمها سماح. وليا صديقة تانية بقى يعني فظيعة في النكد، لو أنت خرجت معاها تبقى مش قادر. دي اللي بتبوظ الفسح. بتبوظ أي حاجة. يعني اي حاجه حلوه احنا ماشيين زي الفل، احنا ما فيش اي حاجه وهي يعني نكد. معانا زينب فعلا بتبقى ماشيه معانا، قائد بتاعنا معانا، نيفين برضو الحنيه كلها معانا، امل برضو بتعرفنا الطريق واحنا ماشيين. فكل واحد المشكله في حاجه واحده، ان لازم الاصحاب يكملوا بعض، احنا بنكمل بعضينا يعني. لو في حاجه ناقصه من حد، اهم حاجه ان صاحبي ده يكملني الموضوع بتاعي، مش ان احنا صداقه وخلاص. والاهم حاجه من ده كله ان احنا نكون بنحب بعض بجد. النهارده 15 سبتمبر، وده بيوافق اليوم العالمي للديمقراطيه، ودي مناسبه نقدر نتكلم فيها عن الحوار الوطني اللي بيحقق واحنا شايفين مع بعض قدر كبير من التوافق السياسي، وبيعكس حاله من الديمقراطيه اللي بيتم من خلالها فتح الباب لطرح الافكار ومناقشه كل القضايا، سواء بقى في محاور سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه. واعتقد ان ده تابعناه خلال الست جلسات الاولى للحوار واللي حصل فيها، وشفنا مع بعض وتابعنا التوافق اللي حصل حوالين محاور الحوار وتشكيل اللجان. خلينا تفاصيل اكتر نعرفها من ضيفنا الاستاذ اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير اليوم السابع. منورنا، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ. صباح النور، اهلا وسهلا. خلينا كده في البدايه نتكلم الحوار الوطني ازاي ممكن يحقق الديمقراطيه وممكن يحقق التوافق السياسي. هو طبعا خلينا يعني نبدا بفكره الديمقراطيه نفسها، هي وسيله مش غايه. يعني الديمقراطيه وسيله لاسعاد البشر، لفتح حوارات، لاداره التنوع في المجتمع، ان يبقى كل الناس حاسين ان هم شركاء في هذا المجتمع، ودي النقطه الاساسيه. الحوار الوطني الحقيقه استمرار لفكره بناء الجمهوريه في سياق جديد، بمعنى انه يبقى في تجميع اكتر للقوى، اداره التنوع، وجود اراء متنوعه ومختلفه ومتوافقه. ده بيستلزم الحقيقه، يعني انا شايفه كمان انه الحوار الوطني او حتى المؤتمر الاقتصادي القادم او غيره كلها ادوات لاداره التنوع في المجتمع، انه يبقى كل الناس حاسه انها مشاركه بطريقه او باخرى. لانه في النهارده بقى في سياق عام لادوات تواصل، منصات نشر، كلام كتير الحقيقه، والكلام نقلا من الكلام النظري للممارسه العمليه دايما بتقع حاجات كتير. والتجارب الديمقراطيه اثبتت التجربه ان هي تجارب محليه، بمعنى انها بترتبط بالارض وبالناس وبالجمهور وبتركيبه الدوله وبالجغرافيا وبالتاريخ، ملهاش علاقه يعني، ما ينفعش اخد تجربه وازرعها في مكان تاني.
لكن في مفاهيم عامة بتحكم الممارسات الديمقراطية. يبقى كل الناس مشاركة، التعبير عن الرأي الاختيار والاختيار والانتخابات والحاجات دي، دي برضو وسائل ما هياش غايات، لأنه الدول أو التجارب اللي تصورت إنه ديمقراطية هي غاية لمجرد إن احنا نبدأ نتناقش ونتصارع ونتخانق وصلت لصراعات أو صدام. وعلى مدى التاريخ الحديث في بناء الديمقراطيات بدأت الأفكار دي منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر مع فكرة الإنوار وغيره ومع الثورة الفرنسية ومع أوروبا. التجارب اللي خدت تدرج هي اللي نجحت بشكل كبير في إنها تبني خطوة خطوة. التجارب اللي حاولت تتاخد مرة واحدة دي فشلت تمام. لا الديمقراطية بتطبق بغزو ولا بجيوش ولا لكن بتطبق بالتراضي وبقدرة المجتمع على إدارة هذا الحوار للوصول لنقطة. إحنا الحوار الوطني أعتقد إنه كان تعبير على مدى تسع سنوات مصر واجهت يعني كل فترة كان لها تحدياتها. يعني مصر على مدى العقود لم تتوقف عن يبقى في تحديات أو حروب أو غيره. تحديات المرحلة الانتقالية دي كانت أصعب مرحلة لأنه كان الإقليم كله مشتعل وكان في صراعات، وباسم الديمقراطية أو باسم الحريات في دول تم تدميرها. ليه؟ لأنه لم يصلوا إلى نقاط تفاهم. الدولة المصرية بدأت من 2014 ثم انتخابات ثم البنى التشريعية ثم إصلاح اقتصادي، كل ده وكان فيه إرهاب وتحديات. جينا للوقت الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل اللي فات في إفطار الأسرة المصرية قرر إنه يطرح مبادرة جديدة مع كثير من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لأنه في كلام عن حقوق الإنسان. حقوق الإنسان مصر تبنت المفهوم الشامل إنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإنه ما يبقاش فيه عشوائيات وما يبقاش فيه كبد وبائي، في حقوق صحية وفي ده مع مظبوط حريات الرأي والتعبير أو الحريات السياسية. ما لم يكن هناك استقرار اجتماعي وقدرات لدى الطبقات المختلفة يمكن شراء الإرادة في الانتخابات، وشفنا قبل كده الزيت والسكر ده. ففكرة إنه يبقى في وعي بينمو مع الوقت. الحوار الوطني الحقيقة وصل جه في وقت اللي أنا بقوله إنه الرئيسة ما طرح ده، إن الدولة المصرية وصلت للياقة اللي تمكنها من إنها تدير ده. بعض الناس أو طبيعي إنه في ناس دايما التفسيرات وغيره، لا ده حالة ضعف، لا ده حالة أزمة، بالعكس ده حالة قوة، لأنه مجتمعات الحيوية لا تترك فراغات في الأداء السياسي. وهنا احنا بنتكلم على إنه في تيارات متعددة جدا، في عدد ضخم جدا من الأحزاب أسماء، في عدد ربما محدود من الأحزاب زي التجارب الديمقراطية اللي موجودة في العالم كله، في حزب الجمهوريين والديمقراطيين، العمال والمحافظين في بريطانيا، المحافظين والليبراليين والجمهوريين في فرنسا، ألمانيا تجربة برضو. فاحنا هنختار ايه ولا هنقدر احنا نعمل تجربتنا؟ انا دايما اقول انه السياسة والديمقراطية تفصيل، ما هياش حاجة جاهزة نقدر نجيبها. فالحوار الوطني وصل لانه يبقى كافة الطيارات موجودة، كل الآراء موجودة، وكمان حتى لو في اختلافات في وجهات النظر دي مهمة جدا يا استاذ اكرم، ومهم جدا الناس تشوفها كمان، عشان دول كل الناس الموجودين في هذا الحوار الوطني واعضائه مش كلهم جايين على كلمة واحدة، مش كلهم متفقين، كل واحد منهم عنده تجربة مختلفة، وكل واحد منهم عنده خلفية مختلفة ورأي مختلف. بالضبط. وعلى مدى التاريخ الحديث يعني فكرة حتى الأحزاب السياسية بشكلها التقليدي القديم في بدايات نشأتها في الفترات اللي فاتت ما عادتش دلوقتي، مع زي ما احنا بنقول مع التطورات التكنولوجية، مع تطورات عصر الاتصالات، أصبح فيه تكاثر في الآراء، مش بس تنوع وتعدد. لأنه ممكن كنا زي ما احنا بنقول الجمهوريين والديمقراطيين أو العمال والمحافظين، النهاردة بقى فيه تنوع وتعدد حتى فكرة الديمقراطية نفسها. في بريطانيا اللي حصل مثلا في البريكزيت، التصويت نفسه فيه نص المجتمع أصبح بيشك في النصف الثاني في فكرة لا احنا كان نخرج من الاتحاد الأوروبي أو ما نخرجش أو نبقى أو ما نبقاش، في آراء مختلفة بعضها تم طرحه على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير. النهاردة فيه النقاش اللي موجود في مصر باعتبار، ودي النقطة المهمة، إن احنا دولة وصلت للياقة اللي تقدر تدير فيها هذا التنوع، نفتح الباب لتحالف 30 يونيو ونجمع الناس اللي اختلفت. ربما بعض الناس في وقت من الأوقات الطرف الآخر، الأهم حاجة في الديمقراطية
هو انه ما فيش طرف يزعل من ان طرف تاني بيختلف معاه، انه التقبل الاخر. واحنا بنقول انه الفروق الاحزاب نفسها والتيارات السياسيه محتاجه يمكن تبلور نفسها اكتر، تعمل تحالفات اكتر، تجمع نفسها اكتر. حصل تجارب في الفترات اللي فاتت، لان اما بص على 100 وشويه حزب، اي عدد من الاحزاب من حقه انه يبقى موجود. لكن ايه الفكره اللي بيبقى فيه 10 احزاب في اليسار و10 في اليمين و10 في الليبراليين؟ فكره التجميع دي، ودي كانت ظاهره بعد 25 يناير اظن اثبتت، يعني حتى الراي العام نفسه اصبح بيتشوش ويحتار في مواجهتها. ففكره بلوره افكار في الاقتصاد مثلا، في وجهات نظر، في تفاصيل مختلفه، في النهارده مشروعات قوميه او في الاولويات وفي كلام من هذا النوع. لكن يخطئ من يتصور ان احنا هنبني من اول وجديد. احنا ممكن يبقى، مش ممكن يبقى، بعض الناس قادرين على الفرز. هل انا الطاقة والطرق ونقل العشوائيات والفيروس سي والتأمين الصحي الشامل، هل دي حاجات بيتفق عليها ولا هي أهداف حقيقية؟ دي جزء من الديمقراطية بالمناسبة، لأنها تتصل بحياة الناس. فكرة أنه أما يبقى فيه أزمة عالمية موجودة وأبدأ أبص فيها، بعض الناس يقول لك لا ده احنا ملناش علاقة بالعالم، ده احنا منفصلين، بينما فيه عولمة حتى للاقتصاد والاستثمارات. طبعا. النهاردة مصر الأسس اللي حطيتها النهاردة وقادرة على جذب استثمارات من الخارج. هل المال اللي من الخارج ده ده غلط ولا صح انه يدخل؟ في وجهات نظر قد تبدو خارج سياق العقل في تقييم هذا الأمر. العالم كله بيبحث عن استثمارات، واحنا بنقول استثمارات يعني صناعة، يعني تجارة، يعني زراعة، يعني فرص عمل. هل ده الأموال دي، بعض الناس يقولك لا احنا ما نجيبش أموال من بره وما نجيبش، طب العولمة الاقتصاد دي هنديرها ازاي؟ في اتفاقيات دولية زي اتفاقية التجارة، زي الجمارك، زي الضرائب، زي عدم قدرة الدول على انها تمنع منتجات دول أخرى، التصدير والاستيراد، ده جزء في الاقتصاد. لكن في جزء كمان اجتماعي، القضية السكانية دي، أي الأحزاب أو أي الأطراف ترى انها قادرة على انها تقدم فيها وجهات نظر، وهي قضية حقيقية ان مصر على مدى 10 سنوات تقريبا زادت اكتر من 25 مليون، وبالتالي اصبح هناك أزمة. بعض الدول العربية اللي بدأت معانا نفس العدد، دول 11 مليون او 12 مليون، بريطانيا من 52 حتى خلال 67 سنة زادت حوالي 25 مليون، احنا من 52 دلوقتي زدنا حوالي 85 مليون. القضية السكانية دي هتبقى جزء من الحوار ولا لا؟ طبعا البعض بيفرض فكرة انه السياسة هي الاساس الحوار، الممارسة السياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق، الفكرة مش انتخاب بس، الوصول لصندوق الانتخاب ده مفروش بالكثير من التفاصيل المحتاجة تتحط. الى اي مدى ستكون التيارات والافراد قادرين على تقبل الاخر، مع ملاحظة انه بالفعل يجب ان يكون هناك، يعني في دايما طب في شائعات. انا عايز اخد السؤال من هنا، الى اي مدى ستكون الافراد وسيكون الافراد والتيارات مستعده لتقبل الاخر؟ احنا شفنا على مدار 6 جلسات للحوار الوطني، شفنا التوافق اللي حصل في اختيار رؤساء اللجان والمقررين برغم انهم مختلفين تماما سياسيا او هناك وجهات نظر مختلفه سياسيا، لكن حصل توافق تام في اختيار الرؤساء وفي اختيار المقررين. ازاي حصل ده برغم الخلفيات اللي ممكن تكون مختلفه بينهم وبين بعض؟ طبيعي، واحنا بنشوف يعني زي ما انا بقول انه برغم من ان الديمقراطيه تفصيل ما هياش حاجه بتتزرع او بتتنقل، لكن في قواعد عامه مجرده. في قواعد عامه بتحكم الحوار، هو احترام وجهه النظر الاخرى، معنى انه يبقى في استعداد لقبول وجهه نظر، وانه ما فيش حد بالذات في السياسه او في الاقتصاد او في غيره عنده الحل النهائي، والا كان يبقى دي في العلوم التجريبيه اللي احنا بنتكلم كيمياء فيزياء، بنقول حمض زائد قلوي يدي ملح وميه مثلا، دي قواعد تجريبيه. لكن العلوم الاجتماعيه فيها اعتقادات دائمه. حتى الان انا ضربت مثل ببريطانيا، الخروج من الاتحاد الاوروبي البريكزيت فيه خطوات، في خلاف وجهات النظر في الاجراءات الاقتصاديه، لكن التوافق عليه، اهم حاجه التوافق على الدوله الوطنيه، المؤسسات، احترام القانون، تكافؤ الفرص في المجتمع. الديمقراطيه بتتيح زي ما انا قلت، هي وسيله لانه اداره التنوع المختلفه في المجتمع. تكافؤ الفرص والقانون، حكم القانون واحترام احكام القضاء وممارسه السياسه بما يعني الراي وراء الاخر، ومفيش حد يستخدم الديمقراطيه للانقلاب على الديمقراطيه. لا.
اعتقد انه التجارب اللي احنا شفناها اللي تم بالغزو او اللي تم بصراعات داخليه او احتراب داخلي ما بيوصلش النقطه وبيصلوا في الاخر يقعدوا على مائده المفاوضات بعد ما يخربوا المكان. فالحفاظ على الدوله واعتقد انه الشعب المصري عنده ادراك لهذا الامر في اوقات الخطر، بيدرك هذا الامر في مواجهه ارهاب في مواجهه غيره. حتى الازمه الاقتصاديه اللي موجوده عالميا وانعكاساتها ممكن ناخد وندي فيها. ففكره ان يبقى في توافق هيبذل جهد، ويمكن بعض الناس شايفين ان الوقت طول، ما هو في اختلافات، والاختلافات دلوقتي زياده حتى عن السابق، بمعنى انه مواقع التواصل والمنصات المختلفه بتدي للافراد، كل فرد شايف نفسه ان هو فقط ربما اللي عنده وجهه نظر، والناس بيقطعوا بعض وبيظلموا بعض وما بيبقوش قادرين في سياق المواقع التواصل ان هم يتقبلوا بعض اصلا في الراي والراي الاخر. طيب، واحنا بنتكلم عن المحور الاقتصادي، وزي ما حضرتك ذكرت انه في ازمه اقتصاديه عالميه، والحوار الوطني مهتم بالملف الاقتصادي اهتمام كبير جدا، وفي 8 لجان لهذا الملف، 8 لجان للملف الاقتصادي في الحوار الوطني. هل من الممكن انه ما تمت مناقشته في الحوار الوطني يكون موجود في المؤتمر الاقتصادي؟ في جزئين هنا، في طبعا المحور الاقتصادي في المؤتمر، يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي نقطه مهمه قوي، في قناه السويس كان بيوجه بفكره انه في اراء مختلفه ربما في بعض الاجراءات الاقتصاديه. واحنا شفنا انه اللي حاصل في العالم في اجراءات ماليه، في اجراءات بنكيه، في اجراءات جمارك، في تخفيض، في ترشيد. شايفين في الكهرباء النهارده في اوروبا، في الميه المانيا بيقولوا يعني الناس استحمام جماعي والكلام من ده، يعني ده لو اتقال عندنا يبقى صعب. لكن كمان الحقيقه في مصر خلينا نعترف انه سواء في كورونا السنتين اللي فاتوا، في كورونا كان في مطالبات باغلاق تام في مصر واتخاذ اجراءات زي اوروبا. منظمه الصحه اعترفت بعد كده ان الاغلاق التام كان غلط، مصر عملت سياسات مرنه نجحت فيها. اذا احنا نجحنا في كورونا هنقدر يبقى عندنا مش فكره انه الاخرين هم اللي عندهم حق، لانه الانظمه الطبيه والانظمه الاقتصاديه وغيره والزراعه وغيره توقفت وعملت ازمات. النهارده مصر عارفه، احنا يقول لك ما تقارنش من بره وفرق الدخول، صحيح، لكن كمان خلينا نقول انه على مدى سنتين في كورونا السلع الغذائيه او الفاكهه الخضار المنتجات المختلفه في صوبات وفي مشروعات زراعيه تمت على مدى السنوات اللي فاتت، اللي كانوا بيتكلموا على يعني الاولويات والمشروعات ولازم نتوسع في ده. ده كلام كان اثبت تجربه انه حجم السوق في مصر كان قادر برغم تزايد الناس وكده، كان قادر الدوله اتخذت اجراءات لانها تقدم للفئات الاضعف للعماله المؤقته او غيره او الترحيل، بتقدم لهم دعم في زياده 6 شهور لدعم التموين والسلع. ففكره ان احنا بنحاول نعالج في اجراءات بره موجوده، في الناس هنا في رفع فايده خفض فايده، كل دي اجراءات موجوده شايفينها في العالم كله. الفكره هنا ايه؟ الفكره الى اي مدى احنا كمصر كمصريين هنقدر نتحمل ده ونتفاعل معاه ونتعامل معاه بشكل كبير. فهو دي النقطه اعتقد اللي واضحه في التعامل مع ازمه عالميه موجوده واحنا شايفينها، ما هياش حاجه مختلفه او اقول ان ده فشل سياسات او غير. عوده لفكره انه المؤتمر الاقتصادي انه يبقى فيه وجهات نظر مختلفه. بعض الناس اللي كانت بتتكلم على الاولويات، هل مشروعات الطاقه دي ما كانتش اولويات، او القضاء على فيروس سي ما كانش اولويات، نقل العشوائيات ما كانش اولويات. ممكن انا ابقى شايف انه اتصرف مليارات انا ما شفتهاش، لكن الحقيقه انه في مواطنين تانيين استفادوا بيها. الفيروس سي والقضاء عليه ده كان خسائر يوميه. فكره انه يبقى فيه 5 مدن جديده، والكلام اللي وزير الاسكان بيتكلم على انه يبقى موجود اسكان اجتماعي او اسكان متوسط او اسكان على مدى طويل لتوفير فكره الشقق، لانه عشان عشوائيات ما تطلعش. هل ده جزء من الممارسه؟ احنا بنتكلم على انه المؤتمر الاقتصادي ممكن يبقى فيه ناس شايفه انه في هنا نقص او في هنا زياده او في يعني خلاف في التفاصيل، لكن ما فيش خلاف على الاصل انه احنا الدولة لازم تستمر، المؤسسات تستمر، حكم القانون يستمر، يبقى موجود نختلف ونتفق في الإجراءات الاقتصادية. وعشان كده أنا ضربت مثل بأول إنه الجمهوريين والديمقراطيين محدش بيختلف على الولايات المتحدة الأمريكية، الخلاف في التفاصيل في الإجراءات الاجتماعية، ربما الديمقراطيين بيهتموا أكتر بالإجراءات الاجتماعية بالطبقات الوسطى بخفض ضرائب، لكن في تيار آخر ربما بيهتم بإنه تنشيط الاقتصاد.
فكره انه يبقى في عندي هنا الاولويه مشروعات صناعيه بناء على الطاقه، استثمارات خارجيه، هل العقارات الفاخره دي انا عاملها لما يسمى جذب استثمارات خارجيه ولا للاستهلاك المحلي؟ لازم اخد ده ويبقى في تقسيم، في سياسه في الدوله النهارده انه يبقى في درجات مختلفه من الاسكان، ما كانش زي الاول. مظبوط. فالمؤتمر الاقتصادي والسؤال كان على فكره انه هيتقاطع مع الحوار الوطني. اولا ظهور الاراء المختلفه في الفضائيات بعد اعلان الحوار الوطني وفي الصحف وفي خلق نوع من التفاعل، ربما محتاج يكبر اكتر. قد تبدو الاجراءات التنظيميه دي صعبه، لكن هي الاجراءات التنظيميه ووضع القواعد العامه للحوار هي دي اللي بعد كده يقدر يعمل ده. لكن لازم التيارات السياسيه تبقى بتتساءل عن نفسها، وكل طرف بيسال الطرف الاخر لديه يعني يكون لديه استعداد انه يتقبل اسئله الاخرين. استاذ اكرم في عجاله، الكلام دايما لما بنيجي نقول الحوار الوطني الجميع بيتخيل ان احنا بناخد محاور سياسيه ومحاور اقتصاديه فقط، في محور مجتمعي ودي حاجه كنا محتاجينها جدا، ان يبقى في يعني قضايا مجتمعيه الناس تتناقش فيها وتتكلم فيها، وده موجود في الحوار الوطني. اعتقد ده يعني حاجه كنا مفتقدينها. انا ضربت مثل بالقضيه السكانيه، ودي قضيه مهمه لازم الاطراف كلها يبقى لديها وجهه نظر. واعتقد انه في جزء من الحوار الوطني هيبقى مطروح زي ما احنا بنقول إتاحة، ممكن يبقى الحوار ده بداية الحوار الحقيقي. في جزء هيبقى تشريعات او سياسة او احزاب بتمثل في البرلمان بنسب تتزايد بنسب للاخرين، لكن الاهم في رأيي هو انه الحوار ده يكون بداية توصيات، ده وضع قواعد ومواثيق شرف للحوار العام، لانه دي القضايا الاجتماعية دي لا تنتهي. عندنا قضايا تطرف، عندنا قضايا صراعات، عندنا قضايا احيانا القضايا التافهه والهايفه بتسحب الناس بنشوف مفهوم. الزام ومش الزام وكلام من ده صحيح. ففكره القضايا الاجتماعيه دي موجوده طول الوقت، لكن هو الوضع ايه؟ ان كل مجتمع مهيئ لانه كل الاطراف تتقبل زي ما تطرح اسئله تتلقى من الاخرين. اذا الخلاف والاختلاف هو مطلوب، ولكن في النهايه انه ما يضرش بمصلحه الوطن ويكون مفيد. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا استاذ جزيلا. اكرم القصاص رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير اليوم السابع، شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا كنا موجودين معاكم النهارده على مدار 3 ساعات. خلصت حلقتنا، نشوفكم بكره في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.